بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي من استهداه مناهج العرفان، والواقي من اتقاه مزالق الشيطان. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة وهداية لبني الإنسان محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى قيام الساعة وآخر الزمان. ثم أما بعد، فدعونا نتحدث عن الداء والدواء. في الحفل الذي أقيم بمدينة بور سعيد سنة 1900 وذلك من الميلاد، وذلك لإعانة مدرسة للبنات، وقف شاعر النيل حافظ إبراهيم، طبعا الملقب بشاعر النيل نسبة إلى نيل مصر، لينشد قصيدته التي وضع فيها نقاطا بينة على حروف مبهمة، وبين حقائق ووقائع ما أشبه الليلة بالبارحة، هي كالتي نعيشها وإن كنا قد زدنا عليها. شخص الداء ووصف الدواء، قال: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى، بين الشمائل هزة المشتاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فهذا فالناس هذا حظه مال، ودا علم، وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الأخفاق. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراق. لنعد مرة أخرى، ما الذي أطرب شاعرنا، وما الذي يطربنا ويطرب أهل الحق واليقين والإيمان؟ محاسن الأخلاق. فكأن الحديث عن تفسير معنى الحديث النبوي، حنذكر إسناده بتوفيق الله ونذكر شيئا من تخريجه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فمن مقاصد بعثة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حسن الخلق، وما ضاعت أمة حسن أفرادها أخلاقهم. وأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة بعد تقوى الله حسن الخلق. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى. المروءة والندى، الندى حسن العهد والتزمم للجار والصديق والأهل والولد. الندى، المروءة، ابن من أنت؟ أنا ابن المروءة. ومكارم الأخلاق، حسبك مروءتك، نسبك مروءتك، شجاعتك، رجولتك، عدلك. مش هي دي أنت ابن مين؟ أنا ابن هذه الأخلاق وأبو هذه الأخلاق.
إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أليس قد قسم بين الناس أموالهم وأرزاقهم وأخلاقهم؟ من مقسم الأرزاق؟ الله عز وجل. فإذا اصطفاك بخليقة محمودة فقد اصطفاك، يعني وجه الاستفاء، فوجه الاستفاء والاجتباء والاختيار حسن الخلق، عليه مدار الاصطفاء، يعني مدار اصطفاء الخلق. رسل الله كلهم على هذه الوتيرة من حسن الخلق، وأكملهم على الإطلاق سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ألسنا قد قرأنا الشمائل حسن الخلق وما تميز به؟ ومن المقاصد كما قلنا ونعيد ونزيد من مقاصد الشريعة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قد تروى مكارم الأخلاق، لكن حنذكر بالإسناد الذي روى أبو هريرة، وجعلوه في كتب مكارم الأخلاق، بل قل كتاب تحدث عن الغايات والوسائل. الغاية الجنة، ما غاية أهل الإيمان؟ غاية أهل الإيمان بتدوروا على إيه؟ إحنا بندور على إيه؟ مش بندور على الجنة؟ الغاية هي الجنة. طب ما الوسيلة؟ حسن الخلق. على أن البعض على ما نرى في التفسير كيف فسروا حسن الخلق، كما فعل أبو جعفر الطحاوي حين ذكر حديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، حملها على الدين. ودعنا نخالف أبا جعفر قليلا فنقول: فما معنى قوله يعني أكثر ما يدخل الناس الجنة بعد تقوى الله؟ حسن الخلق. ففرق بين التقوى وإيه؟ وحسن الخلق. الدين تقوى الله، وحسن الخلق جزء من الدين، جزء من الإيه؟ جزء من الدين. فالفرق بينهما لعله بين واضح، إلا أن يكون على جهة التأويل المقارب، اسمه تأويل إيه؟ مقارب. لكن حسن الخلق هذا أمر زائد، وإن كان طبعا من أكمل أركان حسن الخلق العدل، ومن العدل التوحيد. من العدل إيه؟ توحيد الرب عز وجل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ التوحيد. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال ودا علم وذاك ها مكارم الأخلاق. والمال إلا المال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تجتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. كم عالم مد العلوم حبائل لوقيعة وقطيعة وفراق. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، بت ليلة أفكر في أبيات هذا القصيد، فتوقفت طويلا عند قوله: كم عالم مد العلوم حبائل لوقيعة وقطيعة وفراق. سلم، أنتوا بتقولوا سلم يا رب. كم عالم، وكأني بشاعرنا حافظ إبراهيم: وقد أحاط بحقائق الأمور وعلم مطالب الشريعة ومقاصدها، علم مطالب الشريعة ومقاصدها. فإن من المطالب العظمى
والمهمات العليات لشريعة رب السماوات الذي بعث محمدا ليكون خاتم النبوات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من مطالب الشريعة الانكفاف عن الدعوة إلى التفريق، الانكفاف عن الدعوة إلى التفريق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، ده ربنا أخرجكم من الفرقة إلى الاجتماع ومن العداوة إلى المحبة، فكيف تعودون إلى ما أخرجكم منه ورزقكم الاجتماع والوحدة والمحبة والأخوة؟ ما من أخوان تحبا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه إلا كان مقعدهما في الآخرة على منابر من نور، على منابر من نور. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة شجأ. مش عارف أنا اتأثرت عند النقطة دي قوي ووقفت كثيرا لأتأمل. ما مدى علم شاعر النيل حافظ إبراهيم؟ أما المعرفة بوقائع الأحوال والأمور فلو أتينا بعوام الناس وقلت له صف الحال لوصفه أفضل مما وصفته، وتكلم عنه أكثر مما أتكلم عنه. لماذا؟ لأنه معاين لوقائع الأحوال والأمور أكثر مني. ربما أنا أنزل لا أنزل كثيرا ولا أتعامل مع الناس طويلا كما يتعامل عوام الناس، بل إنني إذا نزلت لأركب أوتوبيس أو أركب تاكس أو أركب طيارة حتى يقع في قلبي الوحشة في التعامل مع الناس. فكيف بهؤلاء العوام الذين هم أكثر معاينة لوقائع الأمور منا؟ تسألهم ما تقول عن الموظف الحكومي، ما تقول عن المهندس، ما تقول عن المعلم، ما تقول عن الفقيه، يقول والله امتلأ قلبي وحشة من هؤلاء جميعا. ما الذي ملأ قلبك وحشة من هؤلاء جميعا؟ ما آلت إليه الأمور؟ أين المروءات؟ أين الفتوات؟ أين الرجولة؟ بل أين المروءة؟ مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وخلقي جميعا دون خلق الله ماتوا. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تبكي الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وخلقي جميعا. المروءة بتبكي، المروءة بتعمل إيه؟ بتبكي والله والله بتبكي، وزي ما يقولوا كده شر البلية ما إيه؟ ما يضحك ويبكي. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراقي يدعونه عند الشقاق، وما دروا أن الذي يدعون خدن شقاقي، أن الذي يدعون خدن شقاقي، يدعونه عند الشقاق. تعال اصلح بينا فيفرق، تعال اصلح بينا. يقولوا يدعونه عند الايه؟ يدعونه عند الشقاق، وما دروا ان الذي يدعون خدن شقاق. وفقيه قوم ظل يرصد فقهه لمكيدة او مستحل طلاق. وكفانا هذا القدر، فإن فيما وراءه من المعاني ما لا ينفرد له ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك. لكن يكفي هذه الكلمات، وكما قلت لك كأني بحافظ إبراهيم وقد علم وقائع الأحوال والأمور، وهذا أمر هين، هذا أمر. لكن ربط هذه الوقائع بمتطلبات الشريعة هو أمر العالم. يعني أنت ترى الواقعة وتقول وفيها قول الحق
وفيها قول رسول الله، هذا مطلب أعلى. أما رؤية وقائع الأحوال يراها العامي ويعبر عنها أحسن مما أعبر. يعني العامي يرى الأحداث ويقول إيه، هي الدنيا سودت كده ليه؟ أبسط حاجة يقول لك إيه، أبسط حاجة يقول لك هي سودت. أقول له سودت في عينك أنت كمان، حتى أنت سودت في عينك الدنيا لما؟ يقول تبدلت الأخلاق. أين المروءات؟ أين الشجاعات؟ أين السخاء؟ أين الكرم؟ أين الكرم؟ أين الجود؟ أين البذل؟ أين العطاء؟ المروءة بتبكي بقى. هذا هو الحال. عودوا إلى الأخلاق والعودة أحمد. يعني أول ما نطالب به نقول كيف الدواء؟ نقول إيه؟ عودوا إلى الأخلاق والعودة أحمد. عودوا إلى الأخلاق الحميدة. عودوا إلى الشمائل الكريمة. واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة مجرد عمله، حتى يكون ذلك مقرونا بإيه؟ بحسن الخلق. وخالق الناس بخلق حسن. يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس ها بخلق حسن. خالق الناس بأخلاق حسنة، هي كده. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يدعونه عند الشقاق، وما دروا أن الذي يدعون خدم الشقاق. وطبيب قوم قد أحل لطبه، قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. قتل الأجنة في البطون وطارة جمع الدوانق. الدوانق جمع ايه؟ دانق. الجنيه واللحلوح، الجنيه والايه، الجنيه والدينار والدرهم. وطبيب قوم قد احل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. قتل الأجنة في البطون وتارة جمع الدوانق من دم مهراق. أغلى وأسمن من تجارب علمه عند الفخار تجارب الحلاق. يا راجل ده الحلاق بيعرف يقطع ويوصل، ولو قلت له تعالى اقطع المصارين ووصلها واعمل عملية جراحية بيعمل أحسن منك. ها، وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. ننزل ونعمل كده إجهاض. إجهاض يا راجل، اتق الله، بعث فيه الروح. طب اسألوا أهل العلم قبل أن تفعلوها، تفعلوا ماذا؟ تقتلوا الأنفس. ها، ما الذي حرم عليك؟ حرم عليك وقتل النفس التي حرم الله إلا، مش كده ولا إيه؟ قتل الأجنة في البطون، لأن اللي حليح اشتغلت. واسمها لا حليح ولا اسمها إيه؟ ما هو خلاص بقى، كم ألف جنيه وننزل الجنين. يا راجل الجنين بعث فيه الروح. ها، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، تمام، ذكر أو أنثى. قتل الأجنة في البطون وتارة جمع الدوانق من دم مهراق. أغلى وأسمن من تجارب علمه، العلم الأكاديمي، العلم الأكاديمي. أغلى وأسمن من تجارب علمه يوم الفخار تجارب مين؟ الحلاقي، تجارب الحلاقي. ومهندس للنيل، هو بيتكلم على حافظ إبراهيم سنة قبل أن يولد، وقبل أن يولد أعلان سنا في المجلس، مش كده ولا إيه؟ وكلنا طبعا، لا لعل فينا آباء كبار، يعني 1910. ومهندس للنيل بات بكفه مفتاح رزق العامل المطراقي. اقبض واطلق، تطلق لمين وتقبض عن مين؟ اقبض واطلق، بيقبض الماء ويطلق الماء لمين وعشان مين؟ ها، ومهندس للنيل ومهندس للنيل بات بكفه مفتاح رزق العامل المطراقي.
وأهل مصر في ذلك الزمان كانوا أهل الزراعة، فالمهندس كانت له قيمة عالية، تمام، بيده الرزق، يمكن قد يكون بيده الإيه؟ الماء، ماء النيل، وما أحوجنا إلى الماء. والقضية بعد كده هتبقى قضية الماء، قضية الماء. ومهندس للنيل ما بات بكفه مفتاح رزق العامل المطراقي. تندى وتيبس للخلائق كفه بالماء طوع الأصفر البراقي. ها، تندى وتيبس ها للخلائق كفه بالماء طوع مين؟ طوع الأصفر البراقي. لحلح أبحبح. ما هو انت حلوة لحلح، ايه البلد ده ينفعنا كده؟ بس في ناس لو سمعتنا يقول لك بيتكلموا بلهجة اهل مصر. اه لحلح المصريين يقولوا كده، يقولوا لحلح ايه؟ أبحبح. بحبحها شوية، يقول لك لا بحبحها ما تلحلحها، يعني عايزنا بحبحها. أعوذ بالله، مش دي كانت لغة القوم في ذلك ولغتنا إلى يومنا هذا؟ عايزنا لحلحها بحبحها. ما هو قال له كده، ما هو قلت لك ما شخشك أبخبخ. أيوة كده، هكذا كانوا يقولون. فإذا هكذا كانت، هكذا. والراشي والمرتشي في النار، إياكم والرشا. كم أهلك من كان قبلكم، أهلك أمم. ما الذي أهلك هؤلاء الأمم؟ الرشا. وإذا سادت الأخلاق الزميمة حتى صارت ديدا القوم وهجيره، كان مصيرهم ما علمت. وتيبس للخلائق كفه بالماء طوع الأصفر البراقي. لا شيء يلوي من هواه فحده في السلب حد الخائن السراقي. وأديب قوم تستحق يمينه، وأديب قوم كم تكتب في الأوراق، وكم تسود الأوراق، كم تسود الأوراق بما يندى منه الجبين، وتبكي منه العيون، وتندمل منه القلوب، وتجرح منه القلوب ولا تندمل. ده يظل القلب جريح لما يكتب، لما يكتب. وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. يلهو ويلهب ويلعب بالعقول بيانه، يلهو ويلعب بالعقول بيانه. إنكار الشفاعة، إنكار الميزان، إنكار الحوض، إنكار مقامات النبوة، هكذا. من الذي دعاهم إلى هذا؟ من الذي يكتب هذا؟ أديب قوم تستحق يمينه، وأديب قوم تستحق يمينه، فضلا عن الطعن في الشريعة. يطعن في إيه؟ لا يجدون شيئا يتكلمون به إلا الإيه؟ إلا الطعن في الشريعة، والطعن في مقامات النبوة ودلائل النبوة، بل الطعن في القرآن والطعن في السنة. ها، فهنيئا لأهل السنة، إن الطعن لم يتناول الأهل، بل الطعن تناول الأصول والدلائل والبراهين. هو أصاب الأهل فقط، أهل السنة يبكون مما أصابهم، ولما لا نبكي مما أصاب الأصول؟ أصاب الأصول للأهل فقط. وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق. يلهو ويلعب بالعقول بيانه فكأنه في السحر رقية راقي، فكأنه في السحر رقية راقي. في كفه قلم يمد لعابه، في كفه قلم يمد لعابه، ثم وينفسه على الأوراق. يرد الحقائق وهي بيض نصع قدسية علوية الإشراق، فيردها سودا على جنباتها من التمويه، من ظلمة التمويه ألف نطاق. يرد الحقائق وهي بيض نصع
قدسية علوية الإشراق، فيردها سودا على جنباتها من ظلم من ظلمة التمويه ألف نطاق، عريت عن الحق المطهر نفسه فحياته ثقل على الأعناق، عريت عن الحق المطهر نفسه فحياته على الأعناق، فحياته ثقل على الأعناق. لو كان ذا خلق، كل هؤلاء عالم، فقيه، طبيب، مهندس، معلم، ها، أديب، لو كان هؤلاء جميعا لو كانوا ذو خلق، لو كان ذا خلق لأسعد قومه ببيانه ويراعيه السباق. حتى انتهى، والحفل كما تعلمون لإقامة مدرسة للبنات، ونحن أحوج ما نكون إلى أن يتعلم بناتنا الحق، عاريا عن التمويه وعن التشبيه وعن التعطيل وعن التحريف والدجل والشعوذة. ما أحوجنا إلى أن تتعلم بناتنا العلم بعيدا عن كل هذا، وهو ما يدنس العلم ويعريه عن حقائقه. ها، ما الذي حاد بهذه الفرق الضالة عن طريق الحق، ها، والصراط المستقيم؟ تحريف، تبديل، تشويه، تعطيل، تمثيل، تأويل، مش هي دي القضايا التي أحالت عن الحق وصرفت بهذه الأمور؟ عن طوع الخالق الرزاق، ثم إذا انضاف إلى ذلك النفاق والرياء، إذا انضاف إلى ذلك النفاق والرياء، وكل ذلك عري عن مكارم الأخلاق، وكل ذلك أخلاق مذمومة عرية عن مكارم الأخلاق. لذلك يقول: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. ما علة الإخفاق؟ ما علة الإخفاق؟ ما علة ضياع أي أمة من الأمم؟ جهل أهلها، ها، أصبت مرادك. يريد أن يعني ينحو بالأمة منحى التجهيل، يريد أن ينحى بالأمة منحى البعد عن الحق والصواب. ما مصير الأمة لو كان الأمر هكذا؟ ما قد علمت من مصائر الأمم التي قد سبقت. من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بري أورق أيما إراقي. الأم أستاذ الأساتذة الأولي شغلت مآثرهم مدى الآفاق. وعليكم أن تستبين بناتكم سبل الهدى، وعلى الحياء الباقي، وعلى الحياء، وعلى الإيه؟ الحياء الباقي. الحياء، وما أدراك ما الحياء؟ خلق الحياء. كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. والأصل في ذلك الذي سمعنا مما أحاط به علما مع ما رأى بعيني رأسي من وقائع الأحوال وتبدلها. تبدلت الأحوال، تغيرت الآداب، تغيرت الأخلاق. والأصل في ذلك ما رويناه ويفتتح به كتب محاسن الأخلاق أو كتب حسن الخلق أو كتب الأدب. ذلك أودعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال أبو عبد الله عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة: حدثنا إسماعيل بن أبي إويس
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدروردي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صالح الأخلاق، هذا هو الصحيح من لفظ الخبر. وقد يقال مكارم الأخلاق، هقول ما أين وقعنا، لكن أكثر من يروي هذا الخبر وما طريقه ومداره محفوظ، يعني هو يدور أو مدار الخبر محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة. محمد بن عجلان المدني مولى إيه؟ مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس القرشي العبشمي. يعني ايه القرشي العبشمي؟ عبد شمس، نسبة المنحوتة اسمها النسبة الايه؟ نسبة منحودة من عبد شمس. ها ها الدرعمي دار، ايوه كده، هكذا وهكذا. العبد شمس، عبد شمس النسبة اليه ايه؟ عبشمي، اسمها النسبة المنحوتة وليست كنسبة حضر موت مثلا، لا دي نسبة إضافية، دي اسمها النسبة الإيه؟ الإضافية. ثم النسبة الحقيقية اسكندراني يبقى اسكندراني يبقى الإسكندرية، قاهري يبقى القاهرة، يعني القاهرة والنسبة إليها المدينة، مديني أو مدني، قد يقال مديني إلا أنهم فرقوا ما بين المديني والإيه؟ والمدني. فمن كانت له إقامة دائما فهو مدني أصيل، من له إقامة دائمة في المدينة هو إيه يبقى؟ مدني أصيل. يعني نقول محمد بن عجلان المدني وليس المديني. طب علي بن المديني، علي بن جعفر المديني، لما نسبوه مدينيا ولم يقولوا مدني؟ ما أنا قلت هنا معلش شيء من النسب، معلش يعني إيقاظ وتحرير وبيان لبعض ما يمكن أن نقع فيه من ذكر الأسماء والنسب. تقول مثلا محمد بن عجلان المدني، يعني إيه مدني؟ نسبة إلى المدينة إقامة وتوطنا وأصالة، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى النسبة إيه؟ طيب لو أتى المدينة وأقام بها أياما بحيث صار يعني يمكن أن ينسب إليها، يقال عنه إيه بقى؟ المديني. يعني علي بن جعفر المديني ومحمد بن عجلان وأبو صالح السمان وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، كل هؤلاء هنقول عليهم مديني ولا مدني؟ مدني. ليه مدني؟ دي انتوا أحسن مني، دي انتوا أحسن مني كده، وصلنا ولا إيه؟ إحنا كده وصلنا، هذا ما أردت. يعني النسبة مدني والنسبة إيه؟ ما الفرق بين المدني والمديني؟ ما قد أشرت ولا أعيد، مع أن في الإعادة الإفادة وقالوا إيه تاني؟ أعرفش قالوا إيه؟ لا 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 ما أعرفش أنا، إنما هو في الإعادة الإفادة، مدني ومدين. فهذا محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن إيه؟ ابن ربيعة ابن عبد الشمس قرشي أصيل. لذلك يقولوا محمد بن عجلان مدام مولى، يبقى مدني مولاهم، اسمه قرشي ايه؟ مولاه. قرشي ايه؟ مولاه. لانه لو كان صراحة هقول القرشي، لو كان صراحة هقول ايه؟ قرشي. طيب ان كان بالولاء، انت بتقول محمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن برتزبة الجعفي ايه؟ مولاهم. ليه مولاهم؟ الشيخ بيقول مولاهم، مولاهم، لانه جعفي بالاصالة ولا بالولاء؟ والولاء كلحمة النسب. الولاء ايه؟ كلحمة النسب. الولاء يتوارث كما ان العداوة والبغضاء تتوارثان. هم اليهود والنصارى، اليهود يقول لك الشيخ بيتكلم عن اليهود، ما العداوة التي يتوارثونها وما زالت في قلوبهم وربما نشأ الناشئ منهم على شيء لم يعوده عليه ابوه ولا امه، وطلع كده لقى ما عنده هو العداوة للمسلمين. ما الذي زرع هذه العداوة في قلبه؟ لا مش الاباء، تتوارث.
العداوة، المودة والعداوة يتوارثان. طب خد القصة، ما هي القصة؟ نقول قصة ولا بلاش نقول قصة؟ بحب أحكي القصة سنة. نحكي القصة، وهذه القصة في كتب الأدب، كتب الأدب الكثيرة. كتاب الحيوان اسمه كتاب الحيوان، كتاب الحيوان اسمه كتاب أبي عمرو عثمان بن بحر الجاحظ، بيان زي البيان والتبيين. كتاب الحيوان، الذئب اسمه الذئب، ها اسمه الايه؟ تعدو الكلاب تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي. الذئاب اسمها ذئاب، اسمها ذئاب، تعدو فيها عداوة، وهذه العداوة تتوارث. يعني بمعنى ايه تتوارث؟ يعني جيب ذئب كده، حاشاك يعني، لا اقول يعني جيب ذئب، انا بقول يعني بفترض، يعني هذه الصورة، يعني الصورة لا حقيقة الحال. وإلا أدعوك أن تربي كلبا، من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط، أو لا أنا هقول لك برضك جيب كلب، والشيخ هيقول لك معقول يعني هقول لك جيب كلب وربيه، جيب ذئب، أنا بقول الصورة. لو أنك أتيت بذئب وربيته وسط العنادل، العندليب، أكلته أكلا كما يأكل العندليب، وشربته كما يشرب العندليب، وحشرته في هذه الزاوية الضيقة بحيث عاش يأكل ويشرب وينمو ويربو وسط العندليب، لو كبر وقوي أول ما يفعل ماذا يفعل؟ يأكل مين؟ لا يأكلنا مالنا، لا يأكلني ليه؟ يأكل العندليب. أليس أخوك يا ابن الذئب؟ لكن هو ابن ايه؟ مش كده؟ زي ما قال الأعرابي، أكلت شويهتي وفجعت نفسي، فمن أنباك أن أباك ذئب. أكلت شويهتي وفجعت، بأنت تأكل الشويهة اللي أنا كنت بربيك جنبها وبتشرب من لبنها، ماذا فعل؟ أعرابي مر بالطريق فوجد جرو ذئب يتألم. يا شيخ محمد ما تيجي، ولا عجبك حديث الذئب؟ أعرابي مر بالطريق فوجد جرو ذئب يتألم، فرفق. إياك أن ترفق، إياك أن ترفق بمن لا يستحق الرفق، إياك أن ترفق بمن لا يستحق. سبوه أصل غلبان، أصل بيربي عيال ما يربي، فأخذ جرو الإيه؟ جرو الذئب، وقال إذا ربيته وغزيته مع شويهاتي، دي شوية شويهات كده، شياه مع الشياه، شوية غنمات صغيرات كده، وجدني فين؟ في أهل غنيمة بشق غنيمات كده، غنيمة، معلش أنا أحيانا ممكن أتكلم بالبلدي للتقريب، لكن لو تكلمنا باللغة العربية يسهل علينا ذلك. فأخذ جرو الذئب ليربيه مع شويهاته، مع هذه الشياه، فظل يأكل ويشرب من لبنها، ده بيشرب من لبن أخته، بقت أخته في الرضاعة، إيه رأيك؟ يبقى أخته في الرضاعة، إيه الكلام ده؟ أخته في الرضاعة يبقى، هو ده كلام يتقال؟ ده التكليف، أما هذا فغير مكلف، ما يتقالش أخته في الرضاعة، لكن أخته على التمثيل، لو أردنا أن نمثل الصورة ونصورها ونقول ما حقيقة هذه الصورة، هي أخته في الرضاعة، وهذا أبوه الذي رباه. فلما قوي وصاد أكل الشويهة، أكل الشاة، فندب الأعرابي خديه وقال أكلت شويهتي وربيت فينا، ربيت فينا، اتربيت فينا، أكلت شويهتي ونشأت فينا، غزيت فينا، ربيت فينا، يا قليل الأدب ياللي ما عندكش دم بالعربي كده، خلينا نقول كده، مش كده؟ أكلت شويهتي ففجعت نفسي، قل ما شئت، أكلت شويهتي ففجعت نفسي، أكلت شويهتي ونشأت فينا، فمن أنباك أن أباك ذئب. أقول من الذي أنباه؟ أقول أنا، وأعبر عن الذي أنباه. العداوة تتوارث، ما أنا بقول لك اضرب على ذلك مثل، ما الذي بيننا وبين اليهود؟ وربما لا يعرف حقيقة حال المسلمين الآن، وربما يودونه المسلمون ويتقربون إليه، لكن العداوة هي الإيه؟
العداوة هي العداوة. فمن الذي أنباهم؟ من الذي أنباهم؟ العداوة. لذلك قالوا المودة والعداوة يتوارثان، وقد ينسبونه إلى النبي لكن لا يصح. العداوة والمودة يتوارثان. قولها كده بقى إيه؟ نعم. والطرو لا لا لا. حرس الذئب الغنم في عصر عمر بن العزيز وعاد بعد ما. لا لا الطرو أيوة الطرو هذه حكمة ربانية وحالة لا تدوم. دي حكمة ربانية وفيض إلهي ربما، كما فعل كما فعلت النار بإبراهيم ولم تفعل بكل أحد. ماذا فعلت النار بإبراهيم؟ حكمة ربانية ومنة رحمانية، وهبها من شاء من عباده، وربما يهب أهل الزمان كلهم هذه الهبة. هذه المنة يهبوها ربنا تبارك وتعالى لأهل الزمان كله، حتى إذا تبدل الزمان أين الرحمة؟ خلصت. أين البركة؟ ذهبت. مش يقولوا كده ذهبت الإيه؟ في عهد عمر بن عبد العزيز كانوا يخرجون الحنطة كأنها حبة تمر، مش حبة تمر كده؟ هي الحنطة، حنطة الحبة الصغيرة كده تصير حبة تمر. كان ذلك في زمن العدالة والبر والإحسان والتقوى والرحمة. ها والرحمة. وأول ذلك إقامة شرع الله. أقيموا شرع الله عز وجل. تريدون البركة؟ تريدون الرحمة؟ تريدون الكسرة؟ تريدون النماء؟ ماذا تفعلون؟ واضح الحل، واضح جدا. فهكذا كما قلنا، هكذا كما قلنا تتوارث العداوة. إيه؟ العداوة تتوارث. نعود إلى ما كنا عليه. كما قلنا يقول محمد بن عجلان المدني اللي قدنا بعيد كده، محمد بن عجلان المدني عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وتبقى إنما على حقيقتها اللغوية، وإن تؤولت فليس التأول بالبعيد ولا النقلة بالكلية عن الحقيقة. النقلة مش بالكلية عن الحقيقة، لأن جماع الدين مكارم الأخلاق، وضمن ذلك الدين الصحيح. فقد تؤول مكارم الأخلاق بالدين الصحيح الكامل الوافر، تمام، وقد تؤول بأنها بعض الدين وأنها جزء الدين. والذي يتأولها على أنها جزء الدين لا يتأولها، بل ما نطق به الخبر. فلقد رويناه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح كما قرأناه وقرئ علينا في جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله و فإما أن تكون الواو للمغايرة فعطف، يبقى شيئان يدخلان الجنة، وإما أن يكون شيء واحد ولكن على باب التأكيد لا التأسيس، على باب التأكيد لا الإيه. زي ما قال أبو جعفر الطحاوي قال كل ما ورد من شأن محاسن الأخلاق. لماذا؟ لأنه احتار مع هذا الحصر والقصر. إنما القضية كلها حين يتكلم اللغوي أو البياني وينحصر في دائرة الاصطلاح، دائرة الاصطلاح حكم من خلال دائرة الاصطلاح لا بد أن يكون فيه مخالفة عما كانوا عليه قبل الاصطلاح. اصطلاح محدث، وعما كانوا عليه من الصليقة لم يكن وكان له معاني. فلذلك النهاردة لما يجي في يقولوا في الاصطلاح ينكرون المجاز، شيء محدث كما قلت، حديث صحيح وضعيف وحسن. هو زمان كانوا قبل حدوث هذا الاصطلاح حسن وصحيح وضعيف ومنكر وموضوع، كانوا يعرفوا الكلام ده. هذا اصطلاح محدث، فلو درت في دائرة الاصطلاح، درت في دائرة الاصطلاح وقعت في المخالفة. فإن الاصطلاح النحوي ربما ده، أو الاصطلاح البياني اللغوي، اصطلاح اللغوي ربما بيّن أن إنما تفيد الحصر والقصر. فلو قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كأنه حصر وقصر دخول الجنة على، يبقى بالتالي لابد أن يفسر مكارم الأخلاق بأن فيها شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد ونفي الشرك. لذلك قال أبو جعفر الطحاوي لما نقل هذه الأخبار كلها الذي فيها حسن الخلق، حسن الخلق حملها على الإيه؟ على الدين.
ونقول حسن الخلق هو الدين كله. بناء على هذا التأويل نقول حسن الخلق ايه؟ هو الدين كله، هو الدين كله، بناء على قوله او هذا المنطوق: انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث كما قلنا ونقلناه هكذا كان بين يدي من طريق مكارم الأخلاق لأبي جعفر السمري الخرائطي. طبعا السمري مش السامري كما أسمعه، يعني أسمعه من بعض من يتكلم ويقول أبو جعفر الإيه؟ مين السامري ده؟ مش حاجة اسمها السامري، هي سر من رأى وسرور من رأى، فحذفوا الراء ثم الواو وضموا كل من، ويبقى سرور على ما هو عليه، السين تبقى ايه؟ مضمومة، والراء تشدد مكان الحرفين المحذوفين وتضم، يبقى ايه؟ اي سر؟ لو قلت السامري يبقى سام الراء، يبقى السمري الخرائطي نسبة الى عمل الايه؟ نسبة الى عمل الخرائط المتوفى سنة 316 16 و300. قال: حدثنا احمد بن منصور الرمادي واحمد بن ملاعب البغدادي قال حدثنا سعيد بن منصور، وهي الطريق التي رواها منها كل من محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى، وهو اقدم وفاة من الامام احمد بن حنبل، فحقه في التخريج التقديم، يعني لما تخرج كده وتقول اخرجه احمد وابن سعد يبقى من باب اكرام احمد، من باب ايه؟ لمكانتي، لمكانه الامام احمد. لكن قلنا انفا انه حق من تقدمت وفاته ان يتقدم في التخريج، كما ذكرنا في حق الاربعه اصحاب السنن الاربعه. فلو كان الامام محمد بن سعد صاحب الواقدي الملقب بابن منيع، ايضا هو ايضا يلقب بابن ايه؟ بابن منيع البغدادي. محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى، وما أجمل الطبقات الكبرى، ما أجمل الطبقات الكبرى. ومن اللطائف التي ذكرت في الطبقات الكبرى، ذكر بإسناده من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري بإسناد قوي وقد يحتج به ويصحح: بعثت على إثر 8000 نبي، منهم 4000 نبي في بني إسرائيل. أكثر الأمم بعثة في الأنبياء كانت إيه؟ بني إسرائيل. لو صح هذا الخبر يا سلام، 8000 نبي. طبعا القرآن يذكر حصا وأسماء وتنبيها كاملا 25 نبيا، وهم المذكورون في سورة الأنعام. ولكن قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكلم الله موسى، يعني منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. بعث في إثر 8000، ده لو صح هذا الخبر، وإن كنت أنظر إليه بمقياس الصح، يعني بعث النبي في إثر 8000 نبي، منهم 4000 نبي كانوا في مين؟ في بني إسرائيل. العجب كله كان إيه؟ ذلك يفرد له البخاري بابا كاملا تحته جملة من الأخبار من الأحاديث، ومنهم حديث الثلاثة: الأقرع والأبرص والإيه؟ والأعمى. الأبرص، الأعمى، الأبرص، والأقرع والإيه؟ والأعمى. أسألك بالذي أعطاك هكذا، يعني الحديث المعروف لأبي هريرة عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله، أو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويبوب عن البخاري كده حديث الإيه؟ الأعمى والأبرص والإيه؟ والأقرع، في باب ذكر بني إسرائيل في كتاب أحاديث الأنبياء. أحاديث الأنبياء بوب باب كبير ذكر بني إيه؟ وذلك لأنها كانت أعجب الأمم، أمة بني إيه؟ بني إسرائيل، فأطال في ذكر هذا الباب، وذلك قبل أن يذكر علامات النبوة وكتاب المناقب النبوية، كتاب المناقب ومناقب النبي ومناقب أصحابه وحديث الغار وحديث الهجرة، تمام؟ يذكر كده حديث بني إسرائيل، حديث بني إسرائيل، ده من اللطائف الذي قرأناها في طبقات ابن سعد.
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بعثت في إثر 8000 نبي، منهم 4000 نبيا في بني إسرائيل، ولو أذن الله لنا في البقاء وطول العمر ربما حققنا هذا الخبر، لأننا بشوق لأن أجد له ما يدل على صحته، وإن كان الإسناد نفسه يكفيني في الدلالة على قوة الإسناد، وإن كان التحدث كم كانوا من الأنبياء، لأنه طبعا ذكر في حديث أبي ذر عدد خلاف هذا، لكن هذا يفوق ما ذكر في حديث أبي ذر، فيبقى بعد ذلك هل يجوز الاحتجاج به؟ نسأل الله عز وجل يعني أن يفيدنا في هذا الشأن، ولعل بعض أهل العلم الذين يسمعونني يحققوا هذا الخبر ويرون ما فيه، هو في طبقات ابن سعد، فلو قلنا طبقات ابن سعد هنقدمه على الإمام أحمد، لكنهما اشتركا معا. هذا لا أقول من السابق واللاحق، لماذا لا أقول من السابق واللاحق؟ لأنهما متقاربا، والسابق واللاحق إنما يكون في المتباعدان، في الإيه؟ في المتباعدان، كما أشرنا من باب برضك إيضاح وإيقاظ، هو اسمه إيه؟ إيضاح وإيقاظ. لو قلنا البغوي يروي عن علي بن الجعد عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب، وهو ذات الإسناد الذي رواه البخاري في كتاب العلم باب اسم من كذب على النبي، قال حدثنا علي بن الجعد، يبقى كل منهما روى عن إيه؟ عن علي بن الجعد، الإمام البخاري والإمام إيه؟ البغوي، الإمام أبو القاسم، أبو القاسم البغوي، أبو القاسم عبد الله بن إيه؟ البغوي، ما هو البغوي هو صاحب الجعديات، أبو محمد مش راوي الجعديات مين؟ أبو القاسم البغوي، أبو القاسم البغوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الإيه؟ ابن المرزبان البغوي، أما أبو محمد هذا الفقيه الشافعي الذي تأخرت وفاته بعده بقرنين كاملين، 317 516 بينهما كم قرنان من الزمان، 17 و300، هذه وفاة مين؟ أبو القاسم البغوي. طيب أبو محمد البغوي 16 و500، 500 وكام؟ فبينهما قرنين من الزمان، الذي أتحدث عنه أبو القاسم البغوي، أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، إمام البخاري قال إيه؟ حدثنا علي بن البعد ابن الجعد، كأنك تسوقه مساقا واحدا وتقول قال ابن سعد والبخاري، قال ابن سعد والإيه؟ والبخاري، قال أبو القاسم البغوي والبخاري، قال البغوي والإيه؟ والبخاري، وإنما قدمت البغوي لماذا؟ ما أنت بتقول لي أقدم البخاري، أمرنا أن ننزل الناس منازل، لذلك العجب أنا قدمت الإيه؟ لكي أنبه على هذه العجيبة. ما هي هذه العجيبة؟ أنت بتقول لي وفاة البغوي كم؟ 307، وفاة البخاري كم؟ بينهما من الزمان كم؟ ها؟ كم؟ 60 سنة، 60 سنة، 60 سنة، يعني ما بين وفاة البخاري وأبو القاسم البغوي 60 سنة، الزمن طال حتى زاد على نصف القرن، قريب من إيه؟ من 3/4 القرن، يعني زاد على نصف القرن 60 سنة، 60 سنة دي طبقة، طبقة 2 3 4، كم طبقة؟ لو اعتبرنا عمر الطبقة عند أهل الطبقات 17 عاما أو قريب من هذا، 17 20 21، قريب من هذا، يبقى 16 دي عبارة عن كم طبقة؟ 4 17 60 سنة، قريب من 4 طبقات، يبقى إذن نقول ده يستحق أن يلحق بالسابق واللاحق. يعني إيه السابق واللاحق؟ أن يروي المتقدم ويأتي متأخر بعده ممن ألحق الآباء، ممن ألحق الأبناء بالآباء والأجداد، ممن يلحق الأبناء والأحفاد، يقول لك ملحق، ملحق الإيه؟ الأحفاد بالآباء والأجداد، فيروي الخبر وقد طال بعد ما بين سنة وفاة الاثنين الأول والإيه؟ الثاني، فبين وفاتيهما 60 عاما أو تقارب ذلك، يعني بين وفاة البخاري الذي روى الخبر
وأبو القاسم البغوي الذي رواه بذات الإسناد، ولا يتم المقارنة بين السابق واللاحق حتى يشترك معا في الإسناد من مبدأه إلى إيه؟ أيوة كده، يعني عشان نقول ده سابق وده لاحق يبقى لابد أن يتشارك معا في الإسناد من مبدأه. يعني لو البخاري قال حدثنا مسدد، ها حدثنا مسدد، لو روى، لا لم يروي أبو القاسم البغوي لكن حفترض الصورة، لو روى عن مسدد البغوي يبقى نقول وبعد ما بينهما ما ذكرت لك من سن الوفاة أو تباعد الوفاة 60 سنة أو يقارب ذلك، هي 317 من 256، نعم 60 سنة، 60 سنة، 61، لا 60 سنة، 317 256، 60 سنة، 60 سنة، 60 سنة، هذا بعد ما بينهما من الزمان استحق أن يسمى اللاحق والسابق. ولا يقال كما قلنا لك إذا تفاوتت أعمار أهل الطبقة الواحدة. إيه أعمار أهل الطبقة الواحدة؟ نقول البخاري ومسلم والترمذي أصحاب الكتب الستة كلهم في طبقة واحدة مع تباعد ما بينهما في سن الوفاة، وقد تبلغ المباعدة ما بين الأول والآخر قريب من 20 سنة ما لم يتعدى عمر الطبقة. يعني الشرط أن يكون في ذات الطبقة لا يتعدى عمر الطبقة الافتراضي. خلي بالكم ده اللي بيقرأ في علم الطبقات. ينظر في الطبقة هنا على الشيخ، على الاشتراك المشايخ ولا الأعمار؟ الاشتراك والأعمار أولى، ما كما قلنا الأعمار أولى، الأعمار أولى، يراعى فيها الأمران سن المواليد وسن الوفيات، يعني يراعى فيها سنة الولادة وسنة الإيه؟ الوفاة. وأكثر ما طبعا نظرا لعدم الاستيعاب عند من يقرأ في علم الطبقات، يعني نقرأ طبقات ابن سعد ونحار إيه ومن أهل الطبقة الثانية من أهل المدينة، من أهل الطبقة، من الطبقة الثالثة من أهل المدينة محمد بن عدلان، ومن الطبقة الرابعة من أهل المدينة عبد العزيز بن محمد الدراوردي. أنا أحفظ بس، لكن ما قيد الطبقة؟ لازم نعرف قيد الطبقة، لما جعلها في الطبقة، وتحر أكثر لما تتعدد الطبقات حتى تصل إلى طبقات الحفاظ على مر الدهور والأعوام. يأتي مثل طبقات الحفاظ عند الإمام الذهبي، طبقات الحفاظ عند الجلال السيوطي، هو احتوى طبقات الحفاظ حتى القرن الرابع، حتى القرن الثالث، حتى القرن الخامس، لا ده تعدى هذه القرون حتى انتهى إلى القرن الذي هو فيه وصنف فيه الكتاب. هنا بقى ما هو شرط الطبقة؟ هو شرط زماني، هو شرط المرافقة والمصاحبة، شرط الاشتراك في المشيخة، التقاء بالمشيخة، هكذا، تمام؟ لكن هو الأقرب في التصور حتى يمكن للطالب، طالب علم الطبقات، أن يتعرف على هذا العلم. ودايما لما يكون العلم الصعب كده أقول علم قائم بنفس، قائم برأسي، علم عالي. ثمرته كبيرة جدا في مسألة التعليم. لا طبعا هو مسألة العلم وهي العلم طبقات علم الحديث هو علم العلم جدا. لا لا ما 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 أشجى طالب هذا العلم، علماني نفتقر الحديث عنهما والسماع لمتقنيها، متقني هذه العلوم، نفتقر السماع لمتقني هذه العلوم. بقول إيه متقني هذه العلوم، علم الأنساب وعلم الطبقات. علم الأنساب لما كنت تقعد تسمع كده ممن يتقن علم الأنساب وتقول أول ما نبتدئ به نسب النبي المضري العدناني الهاشمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وينتهي بإسناده حتى يصل إلى إبراهيم بن إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذا شيء هين على طلبة العلم وعلى صغار التلمذة، يعني ما تيجي تربي تلميذك الصغير وتؤدبه في الكتاب كده وتقول له اتلو علي النسب النبوي الشريف، يقول لك محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن كده. الله على الجمال، الله على الجمال، انا اقول الله على ايه؟ انا دايما كده اقول ايه؟ الله على الجمال، حقيقه سبحان الله، يعني سبحان الله على هذا الابداع وهذا الجمال. الحفظ احفظ فكل حافظ إمامه، أيوة كده، الحفظ
وما أيسر على من يسره الله عز وجل عليه. هذا الحديث كما قلنا مداره على محمد بن عجلان، مولى محمد بن عجلان كما قلنا مولى فاطمة بنت الوليد. مين فاطمة بنت الوليد؟ كما قلنا بنت الوليد بن عتبة. مين الوليد بن عتبة؟ من قد علمت، من قد علمت مين الو... أظن في حد يعرف، محدش يعرف الوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب وهكذا، القرشي العبشمي. ها يبقى بالتالي محمد بن محمد بن عجلان قرشي ايه؟ مولاهم. قرشي ايه؟ لانه كما قلنا مولى فاطمة. محمد بن عجلان القرشي المدني ثقة عابد مأمون، أثنى عليه سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، ووثقه الأئمة أحمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ويعقوب بن شيبة والنسائي والعجلي وابن حبان وآخرون. وقال ابن سعد في الطبقات، ترجم له في الطبقة الثالثة من أهل المدينة. إيه الطبقة الثالثة؟ ما ترجعني شوية لحد ما راجع علم الطبقات، ارجعني شوية لما نراجع علم الطبقات، مش عيب نقول لك سيبني شوية كده نراجع علم الطبقات. وأقول لك إيه شريطة الحافظ ابن سعد في كتابه الطبقات، وإلا فهو كتابي ربما لا يقرأ كثيرا. لا يقرأ إيه؟ ده لا ينظر فيه مطلقا، معذرة يعني لا يقرأ. نقول عنه كثيرا في كتب الجرح والتعديل. يا سيدنا يا مولانا، هذا الكتاب هو كتاب الشمائل وكتاب الأحكام وكتاب الرقائق وكتاب الزهد، وكتاب كدت أن أقول إلا أنه ليس له شرط في الإسناد. ده لو كان له شرط في الإسناد البخاري الثاني اسمه يبقى البخاري الثاني الطبقات، لأنه زاد على البخاري ما يعرف بالإيه ببيان الطبقات، طبقة الرواه، طبقات الايه الرواه. لكن لما جرت عادة المتأخرين من المحققين النظر الى الفهارس وتخريج الاخبار، هيبقى يفضل الطبقات. هو عايز همه هل الخبر موجود في ابن سعد عشان اكسر به التخريج، لكن ما الطبقات؟ هذا علم قائم برأسه اسمه علم الطبقات، علم الايه؟ علم الطبقات. لكن اقول كما قلت لك، هو في الطبقة الثالثة من اهل المدينة. الطبقة الثالثة من أهل المدينة، الطبقة الأولى هم المخضرمون من أهل المدينة، الطبقة الثانية كبار التبع من أهل المدينة، الطبقة الثالثة صغار التبع من أهل المدينة، تمام؟ ويدخل فيهم أيضا تبع التبع ممن لحقوا كبار التبع أو مخضرم التبع. يعني ما أدري بالضبط الشرط عند ابن سعد، لكن نحتاج إلى دراسة وفية حتى نقرأ طبقات ابن سعد. ليه؟ لماذا؟ كما قلت لك، ما احنا عدنا هنا النهاردة ان احنا ربما ذكرنا ابن سعد في الطبقات الكبرى. ايه هو التخريج بس؟ ان الخبر عند مين؟ ما هو ابن سعد ذكر في البعثة النبوية، مش افتتح كتابه ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نسبه الشريف وكيفية بعثته ومتى بعث وبعث على إثر مين كما ذكرنا، ثم قال ذكر الخبر حدثنا سعيد بن منصور كما قال الإمام أحمد، حدثنا ايه؟ سعيد بن منصور المكي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد، ها عبد العزيز الدراوردي عن مين؟ محمد بن عجلان الذي نترجم له ترجمة. قال ابن سعد كان عابدا ناسكا فقيها، وكانت له حلقة في المسجد، وكان يؤثنى عليه الإمام مالك. يا سلام، قيل ليحيى بن معين لما وثقت فلانا؟ قال ألم يذكره مالك في كتبه؟ مالك من أئمة الجرح والتعديل، ها مالك من أئمة الإيه؟ الجرح والتعديل. ألم يذكره مالك في كتبه؟ مالك ذكر رجل في كتبه، اشدد عليه بكلتا يديك وقل هو ثقة لا يسأل عنه بعد توثيق مالك إياه، بعد توثيق الإمام إيه؟ مالك إياه. مالك هو النجم، مش مالك هو نجم السنن، مالك رضي الله عنه. يعني يعتمد هنا على من قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، فيعتمد مالك يحدث عنه. ما هذا كما قلت لك الذي سئل عنه أبو زكريا يحيى بن معين عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوم، قال ما تقول؟ بيسأله كده الرواة عنه،
أظن عثمان بن سعيد الدارمي، قال ما عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطم المغزوبي، قال أثقة هو؟ قال يعلي شأنه عندي، كأنه يوثقه، يقوي أمره عندي، يقوي، يبدو أن في قلبه منه شيء، يبدو كده. يعني لما تيجي تقول يقوي أمره عندي، أن خرج له البخاري، ما تتقالش عن شعبة يقوي أمره عندي أن خرج له البخاري، إنما يقال مروان بن شجاع صاحب حديث الشفاء في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكية نار. الشفاء في ثلاث، ها مش كده ولا إيه؟ الشفاء في ثلاث. مروان بن شجاع، أقول أقوي أمره عندي أن خرج له البخاري حديثا واحدا، أن خرج له البخاري. طيب هل تقول ذلك في مسدد؟ هل تقول ذلك في مالك؟ هل تقول في شعبة يقوي أمره؟ نعم. بتقول إيه؟ أمير المؤمنين. أنا شو بقول لك إيه؟ بتقول إيه؟ يقوي أمره عندي؟ شعبة لا يسأل عن مثله، فضلا عن أن أقول يقوي أمره عندي. يبقى أنت لما تسمع من كلامهم كده يقوي أمره عندي، فاعلم أن الرجل فيه مقال. ما دام الرجل فيه مقال يقول إيه؟ يقوي أمره عندي، يوثقه عندي، عندي أنا على الأقل، عندي أن مالكا أخرج له فيه، تمام، يقوي أمره. كأنهم تكلموا على عمرو مولى المطلب، كأنهم تكلموا على عمرو مولى، لكن يقوي أمره عندي أن مالكا أخرجه في كتبه، خرجوا كده. يعني الاعتماد هنا على الانتقاء، ها ينتقي، يبقى الاعتماد هنا على الانتقاء. ما احنا قلنا حين كنا نتحدث في مقال من قال عن البخاري كل من روى عنه البخاري في صحيحه فقد جاوز القنطرة. في جماعة ممن خالد بن مخلد القطواني، خالد بن ما لا بس هتدخل لي في خالد بن مخلد راوي حديث الأولياء، يعني من عاد لي وليا، لا البخاري انتقاء البخاري هذا الخبر أيما كان حال خالد، لا 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 لا، يعني احنا عايزين نفرق بين حكم عامة وانتقاء الخبر الصحيح من جملة ما أنكر من أخباره مسألة أخرى. مين بقى اللي بيعمل كده؟ أهل الانتقاء النقاد، يعني تعالى هم عابوا على صاحب المستدرك. ماذا؟ مستدرك حافظ كبير جدا، ولا يستحق أن يسمى حاكما حتى يكون قد بلغ من جملة الأخبار التي حفظ 150 ألف حديث. 150 ده أحفظها أنا وإنت، معذرة يعني، 150 ألف حديث أحفظها، معذرة يعني، معذرة يعني، أحفظها من له حاسة في حفظ الخبر. ويقول لك مثل أنا قرأت إنما الأعمال بالنيات من 300 طريق وأحفظه من 300 طريق، فهذا في جملة 1500 إيه؟ حديث، 1500 حديث، نحفظ حديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق من 40 طريق، يبقى 40 حديث ولا لأ؟ يبقى 40 حديث، لعلهم كانوا يعنون هذا، لكن الذي أعتقده أنهم كانوا يعنون هذا في جملة ما يمكن أن يستغرب من الأخبار، لا جملة المشاهير من الحكايات من الأحاديث والحكايات والآثار. وإلا في المشاهير، لا يبقى نصلي المغرب ان شاء الله، معذره، نصلي المغرب، نصلي المغرب. انتقاء لا تعتمد او لا تعتمد، مساله الانتقاء يقال في العالم انه ينتقي شيوخ، تمام، هل هذا اعتماد على التوصيف؟ ينتقي احاديث، لا انا اتكلم على اذا انتقى الراوي هل يعتمد توصيقا ام لا يعتمد؟ لا هو ينظر، هو ينظر في من تقاه من مشيخته وثبته في كتابه. أصل احنا قلنا الكتب نفسها فيها دلائل التوثيق، يعني شيخ مختلف فيه خرج له البخاري، يقولون من أدلة توثيق تخريجه في الصحيح، يبقى اسمه اعتبار الكتاب. طرائق توثيق الرجل ليس كما تعرف، قال يحيى وقال أحمد وقال العجلي وقال ابن حبان وذكره ابن حبان في الثقات. من طرائق التوثيق زائدا على ذلك صبر أحاديث الرجل فوق ما قاله العلماء على أنهم قد كفون هذا، يعني أهل الجرح والتعديل يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، يعقوب بن شيبة، كل أهل العلم وإلى أبو حاتم بن حبان ومن هم دون هؤلاء جميعا تكلموا في الرجل. متى؟ لا يحل لواحد من أهل الجرح والتعديل أن يتكلم في راو من الرواة حتى يصبر أحاديث،
ويمتحنوها كلها. تمام؟ صبروا حديث بقية فلطعوا بقية في الحيطة. عملوا ايه؟ مسكوا بقية ده بقية ليس بمرة بأحاديث، وقالوا صدقوا قول أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. لبسوا الحيطة. اسمها لبسوا ايه؟ ليه لبسوا الحيطة؟ صبروا أحاديثه، صبروا أحاديثه. مسكوا عبد الله بن لهيعة صبروا أحاديث العدول والأتقياء والورعين منهم، قالوا لقد صبرنا حديث عبد الله بن العين، فوجدناه قبل احتراق كتبه كان له حال واستقامة، وجدناه بعد احتراق مكتبته اختلط وضعف. لكن لو حد سألتني على حقيقة الأمر وأصالته، أصالة ما كان محدث مصر على التحقيق إلا عبد الله بن لهيعة كلام أحمد عبد الله بن وهب، وهو أعرف الناس بعبد الله بن لهيعة. تمام؟ فالقضية هل قضية قول الرجال ولا قضية اختبار الأحوال والأخبار؟ اختبار الأحوال، ودي كان طريقة الأوائل. طريقة الأوائل مش كطريقة المتعلمين اليوم من طلبة علم الحديث. الشيخ ماله كده شديد الحمل على طلبة اليوم. طلبة اليوم الذين ليس لهم طريق إلى معرفة مقامات الرجال، قال أحمد وقال يحيى على عين والرأس، قال أحمد وقال يحيى إيه على عين والرأس. لكن في طريق أخرى، هي طريق واحدة أكثر من 20-30 طريق لمعرفة توثيق الرجل. ومن أحد هذه الطرائق، وهي الطرائق اللطيفة والوثائق الظريفة، الطرائق اللطيفة والوثائق الوثيقة فعلا، إيه هي؟ النظر، هل خرج له البخاري؟ هل خرج له مسلم؟ خرج له أبو حاتم بن حبان؟ حتى وقفت على رسالة لطالب النبي في الآونة المتأخرة، قال ما حكم من اشترك كل من أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان والحاكم ثلاثتهم في تصحيح حديثه؟ ماذا قال؟ قال إلى إيه هذا الطالب النبيل؟ قال ويصححون حديث من اشترك الثلاثة المتأخرون. من الثلاثة المتأخرون؟ أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان ومين؟ وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري. لماذا؟ لأن العصمة في الاجتماع. العصمة فين؟ أيضا في الصحيح. العصمة في الاجتماع ثلاثة من الأئمة، خطأت الحاكم ماشي، ابن حبان متساهل، طب ماشي ماشي حقبلها منه. متساهل ازيك شو أنا بضحك ازيك إيه؟ أين استقراء ابن حبان؟ أين استقراء أبو بكر بن خزيمة؟ أين فضلا عن استقراء الحاكم؟ لو تجوزنا في حق الحاكم ماشي، لكن أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة، أبو حاتم بن حبان الذي دوخ بكتبه الدنيا، ها ما رواه سعيد وشعبة، إيه وجه الاشتباه بسعيد بن أبي ها عروبة وشعبة، ها سعيد وسعيد، شعبة وشعبة، إيه العلوم ديت؟ ما هذه الكتب؟ وكتب ربما الذي يطعن وبالتساهل في حق ابن حبان ما قرأ منها حرفا، ما قرأ منها حرفا، ها. وكلما تبحرت في علم الرجل بعد ظنك به عن التهمة، يبعد ظنك به عن الايه؟ حتى كما قويت حاسة الانفعال، اقول الانفعال والتردي على امامي الصنعة. من امامي الصنعة؟ ها البخاري. من اين نشأت هذه الحاسة من التردي عليهما والرضا والقبول لأحكامهما؟ قل لي السر. أنا بنجملهم. إزاي بنجملهم؟ الامتحان والاختبار لعمل كل واحد منهما، وقارن كل ما رواه البخاري في الصحيح. ترى الأعاجيب في اختيار الأسانيد، وانظر إلى متون صاحب الصحيح الآخر أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. ترى المتون العجيبة والمتون الظريفة الجميلة واختيارات الألفاظ المقامة، بحيث يقال هو قول النبي حقا وصدقا، هو قول النبي ايه حقا وصدقا. هذا الذي اقام الصحيحان مقامه من التردي على صاحبيهما والقبول لايه لاحاديثهما، مش مجامله. الامه لا تجامل لا بخاري ولا مسلم. سبحانك الله. تفضلوا 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 تفضلوا. طريق خلاص، طرق التعديل
شتى، ليست المسألة بس كده، لكن من الطرق اللي تعتمدها حضرتك. أنا أقول بس أن ينتقي رجلا، لا من الانتقاء خلاص، هذه طريقة على حمل العلم وشهرة بذلك. تمام، هذه من الطرق التي يعني ترضاها، يحمل من كل علم، يحمل كل حل. لا أنت بتتكلم على معنى خبر له دلالات ومعاني عند بعضهم وله دلالات. الطريقة اعتمدوها أنه لو اشتغل بين الناس أنه يحمل العلم فهذا تعديل له، هذه من الطرق. تمام، يعني الآن تكون مستقلة أم هي مستأنس بها؟ لا، هي مستأنس بها وليست طريقا قائمة برأسها. هي ليست طريقة ولا وسيلة قائمة برأسها للحكم على الرجل ما قلناه من الاشتهار بنقل العلم واستفاضة الخبر. لكن هناك أناس تواترت واستفاضت واشترت عنهم العلم والزهادة، وهم حقا هذه الاستفاضة متواترة تكادت أن تكون. لو سألتني ما مالك بن دينار، ما مالك بن دينار، ما بشر بن الحافي، بشر بن الحارث الحافي اللي بيقولوا تكلم عنه أحمد، ما الذي تكلم به أحمد عنه؟ بالعكس، لما والله كان يجلس في مجالس بشر بن الحارث الحافي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. عبد الكريم بن خرج لهم مالك بن دينار، بس في غيره، بس عبد الكريم بن أبي أمية، أبي أمية حسبك أن تخطئ في مسألة من جملة 10,000 مسألة، تخطئ في مسألة مواضيع عشان ينطبق قول الحق سبحانه وتعالى، عشان ينطبق قوله، يعني لا عاصمة إلا من عاصم الله عز وجل، لا عصمة من القضاء إلا من عاصم الله عز وجل. من المعصوم؟ أنبياء الله ورسوله. وكنا هو بيتكلم الشيخ محمد الآن، وهل ربما تصدر الأشياء عن غير عمد ولا فوكذاه موسى فقضى عليه، صدرت عن إيه؟ لكن خطأ، لكن القضية أبو داود الطيالسي كان يحفظ حقيقة مسند أبو داود الطيالسي 70,000 حديث أو كثير، 70,000 حديث، أو المسند المختصر الذي وصل إلينا ربما لم يجاوز حديثه 2,000 حديث وشوية كده. لكن حقيقة المسند عند أبي داود الطيالسي كان 70,000 حديث، حدث به من حفظه ببغداد، فأخطأ في 70 حديثا، راجعوا وأخطأ في 70 حديث، قالوا حسبه من الخطأ أن يخطئ في 70 من جملة كام؟ يعني في كل 1,000 إيه؟ فأنت بتتحدث، تعرف مالك لو أمهله العمر وبقي زمنا لكن شلع عبد الكريم. لماذا؟ لأن قالوا مالك ما زال ينقص من موطأ، ما زال ينقص من موطأ حتى بلغ به هذا القدر اليسير من الحديث، وإلا أقل من 1,000، وبعضها يمكن وصل إلى بالكاد. يعني مولانا تعفض بالله عليك، تفضل والله، تفضل والله. فحقيقة الأمر كده، حديث محمد بن كدر عن جبل عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على إفرة 80,000 نبي، حضرتك قلت هل يتجاوز العدد؟ نعم يتجاوز العدد حسب النظر. نعم، زر 124,000 نبي رسول الله، 100 لا 124,000 منه 313. ما صح حديث ابو ذر يقينا لا يصح، بيحتجوا به للطاق. انت ذكرتني صح، 124,000 او يزيدون، تمام. فلذلك نطلب حديث آخر لما عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر مقطوع منقطع، وحديث أبي ذر، حديث أبي ذر حتى مع عدد عندكم لا تعدد الطرق، دي قضية شائعة، والله قضية شائعة، قضية بص أقول لك حاجة، مع القول بإمكان التصحيح في الآونة المتأخرة بما يعرف بتعدد الطرق، بلك لا بد من العلامة. إيه العلامة؟ بصمة المتقدم، بصمة الأئمة النقاد، فاتهم مثل هذه الأخبار،
لم تفوته. قال إلا أن تقول أن أبو حاتم بن حبان خرجه في صحيح، لكن أقول لك فرق بين أن يخرجه أبو حاتم بن حبان ويجتمع معه ابن خزيمة والحاكمين نقول تقوية القرينة على تصحيح الخبر، لكن انفرد بتصحيحه وبتخريجه في الصحيح أبو حاتم بن حبان. هنا الكلام مش صعب، أقول هذا اجتهاد، واجتهاده أوصله إلى التصحيح، وغيره ربما لا. أحيا الله فوائد الكامنة في إيمان السيدة وإيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المذاهب الخاصة واخد بالك، وربما الإعلان بها إما أن يحدث خلافا، لكن أنت قرأت كتاب الفوائد الكاملة، قرأه وانتفع به على طريقة المحدثين الذين تتفاوت أحكامهم في الحكم على الحديث. الحكم على الحديث مقطوع به ولا حكم اجتهادي؟ ما حكم عليه به فلان من الأحاديث للصحة ربما يحكي فلان آخر لأنه كان، والتفاوت في الأحكام هذا هو من باب التفاوت في تطبيق. بعضهم يقول لك إنما صححته اتباعا للقواعد والأصول المتعارف عليها في علم المصطلح، وكذلك الذي ضعفه دي مش حجة على فكرة، يعني الذي صحح وقال إنما صححته اتباعا للقواعد والأصول المتفق عليها عند علم المصطلح، والذي ضعفه يستعمل هذه القواعد ولا بيستعمل قواعد من عنده؟ بيستعمل قواعد. إنما القضية في مسألة وربما خفية العلة، وأكثر ما يقع فيه في من يخطئ في تصحيح الخبر خفاء العلة عنه، خفاء العلة. تمام، يبقى لابد من مراجعة البصمة. اسمها ايه البصمة دي؟ البصمة عندنا اتفق أهل الصحة على تصحيح الخبر، واحد، اثنين الأئمة النقاد، الأئمة يعني انتوا طريقة المتقدمين. ايه طريقة المتقدمين والمتأخرين؟ والمتأخرين والمتأخرين إن لم يستعملوا هذه الطرق كيف جاز لهم أن يحكموا على خبر؟ ما فيش حاجة اسمها طريقة متقدمين وطريقة متأخرين، هي طريقة واحدة استعملها أنا وأنت إلى نهاية، وأنت وجميع وطلبة العلم، وأمر بها كل من يقرأ في علم المصطلح ويقيم نفسه حاكما على الأخبار، مسائل التصحيح والتضعيف والطريق. ومن وضع علم الإصطلاح؟ المتقدمين والمتأخرين؟ طب والمتقدمين قالوا إنما نتبع القواعد والأصول في علم المصطلح، اتبع المتقدمين فما الفرق بين المتقدمين والمتأخرين؟ في بعض ما فيش حاجة متقدمين ومتأخرين. طب متقدمين ومتأخرين إلى يومنا هذا نقول طريقة تصحيح البخاري تطربك وتعجبك ولا لأ؟ وهو في ضمن مين؟ المتقدمين. طب لما تقول بيه؟ ما هذه طريقة المتقدمين. هذا اللي كان فيه أقصد المتأخر لم يستنى بطريقة المتقدمين، كيف آمن أنا على تصحيح حديث علله البخاري من متأخر؟ لا هنا بس هنا بس إثارة مثل هذه القضايا للموازنة بين المتقدم والمتأخر هو كلام على المقامات، لا كلام على الأحكام. وإن أبي نفسك أن تقيم معذرة يعني إن أبي نفسك أن تقيم. الناس أحيانا بتزعل من الشيخ ويقول لك إيه شيخ شديد لما يتكلم على انحراف أهل العلم عن العصمة، عن طرائق الاعتصام وتوحيد الصف، حنوحد الصف مع الصوفية. أنا قلت وحد الصف مع الصوفية، وما بال الكلام عن الصوفية؟ وما الذي نأى بك وانحرفت حتى جعلتني تمام في صف الصوفية بالكلية؟ حندخل مع الشيعة، هو ده كلام يقام به حجة وأنا أكلمك عن الاعتصام؟ أنا بتكلم عن الاعتصام ولا بتكلم عن الشيعة ولا بتكلم عن الصوفية؟ الاعتصام على طريق الاعتصام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نبي الله بعث للناس كفة ولا بعث لجماعة دون جماعة ولا الحزب دون حزب؟ فتزعل مني لما نيجي أقول إيه؟ أقول يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كأنك بتزعل من الحق. ده مقصد ده مقصد الشريعة الأول،
ده المقصد الأول بعد توحيد الله، ولا معنى لتوحيد الله إلا بهذا الكلام بهذا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمام، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم، مش كده يا أخوانا؟ يعني ولا كل حزب بها لديهم فرحون يا أخوانا. هنا أنت بتتكلم على مين؟ أنا ذكرت من أنه حزب اللي ذكرته؟ أنا ذكرت حزب، ده ربنا اللي ذكر. الشيخ بيتكلم على الحزبية، حزبية إيه؟ أنا بقول بقول الحق عز وجل، قول الحق عز وجل. أي حزبية نقضتها، وأي إمام ذكرته، وأي شيخ طعنت فيه؟ يا أخوانا عايزين نكون بصراء، أيهما أولى، إقامة الحق ولا إقامة الفرد؟ إقامة الحق على طريق الحق بسبل الحق، ولا إقامة الفرد؟ ولا إقامة الفرد؟ لا لا، إقامة الحق، إقامة الحق بس، واضحة ولا إيه؟ إقامة الحق ولا إقامة الفرد؟ الشيخ أحمد شحاتة ما يزاول، معذرة يعني، معذرة يعني، معذرة. إقامة الحق ولا إقامة الفرد ولا تبجيل الفرد؟ إقامة الحق. وكلنا نخطئ، ما احنا لسه نسمع منك، وان كنت لا اصحح القبر كما كل بني ادم خطاء وخير الخطائين، حديث علي بن مسعد الباهلي عن قتادة عن انس، علي بن مسعد صاحب مناكير، لكن المعنى صحيح، كل بني ادم والخطا مركوز في الجبلة الآدمية، وحقيقة من الحقائق الإنسانية. لا، الشيخ ما بيخطئش، هو الشافعي بيخطئ، مالك بيخطئ، ابو حنيفة، يعني بتقول لي الشيخ لا يخطئ، طب مالك؟ طب ليه ما خطأتم مالك ما دام الشيخ لا يخطئ؟ ليه ما خطأتم أبو حنيفة ما دام الشيخ لا يخطئ؟ الشيخ أحمد لا يخطئ؟ إيه الكلام ده؟ معذرة يعني، الكلام ده ما يتقالش على العلن، لكن يقال من باب التبصير ومن باب التعريف بحقيقة، حقيقة ما آلت إليه الأمة حين تفرقت وافترقت واختلفت واختلفت، تمام؟ والتزكية الأخلاق والآداب، وليست التزكية الألقاب والأحزاب. التزكية مش الألقاب والأحزاب، التزكية الإيه؟ الأخلاق والآداب، هي دي التزكية. يعني جاء القرآن ليزكي، يزكي ماذا؟ ها، يزكي الأخلاق والآداب، ها، ولا يكرم ال... أنا بقى أحيانا بيبقى الكلام جارح شوي، لا لا لا، أحيانا بيبقى والحق الحق يوضع فوق الرؤوس، ما احنا دي حقيقة الحال، نقول الحق لا يوضع، يوضع فوق الرؤوس. وبعث النبي للناس كافة، وكان يؤلف ولا يفرق، وكان يقول بشروا ولا، تمام، ويسروا ولا، ايوه كده، بشروا ولا تنفروا. كلنا كلنا اخوة متحابون في الله، وكلنا مسلمون، ولا ارجو ان يكون احدنا ضالا حتى اقول انا على الحق وانتم على الضلال، يبقى كأني أحب الضلال. يعني لو قلت أنا على الحق وأنت على خلاف الحق، يعني أنت على الضلال، ما اللي هياخدها بعض الناس لما نقول لهم نحن على الحق وأنتم على خلافه، يقول لك يبقى نحن على الضلال، فهم كده، فهم أن حين أقول وأنتم على خلافه يقول لي إيه؟ أنتم على الضلال. هل يسرك أن يكون أخوك ضلا؟ هل بعث النبي بهذا؟ هل بعث النبي لكي يكون فريقا من أصحابه وهم الأصحاب؟ ونحن لسنا بأصحاب، ده نحن أصحاب النبي على التحقيق. ودع عنك المعنى الاصطلاحي في تعريف الصحبة وتعريف معنى الصحابي، نحن أصحابه على التحقيق. لماذا؟ سمعنا به ولم نرى، وآمنا به. هل رأيت الجنة؟ رأيتها بعيني النبي، ها، هل رأيت النبي؟ ولكني أحببت وتأثرت به هذه حقيقة. لكن سيدي أنا أخطئ زيدا ولا أحب أن أقع في الخطأ، لكني أخطئ لأنه وقع. أنا لا أعيبك يا مولانا. أقصد في ذلك، يعني حتى لا يأتي اللبس على أنني أرتضي بخطئه وأقول كلنا سواء، لا، أنا أخطئ زيدا فيما أخطأ فيه بالانحراف على الجدة ولا أحب أن يقع في الخطأ. سيدي وقعت في التواريخ المقتدى بها، والذي يقال أصحابها صنفوا الكتب المنتفع بها حتى صاروا وانتقلوا وأعطوا من الألقاب الزائد على مقاماتهم الحقة. كل واحد له مقام حق، ها؟
تمام. يعني لو قلت الشيخ أحمد نظرا لبراعته وحصافته وقوة تمكنه من الحفظ ودخوله في هذا الباب باب التفنن من علوم الحديث أدرجوه في جملة الفقهاء، ظلمت الشيخ. تمام. فلو أقمنا أمثال هؤلاء حتى يدخلوا فيما لا يعنيهم، تمام، حتى يسألوا عن الفتوى فيفتوا، وربما مسائل قد وقعت الفتوى على خلاف ما صح وتواتر والصفاد عن الأئمة المتبوعين، مقامات الأئمة المتبوعين، أئمة الأمة الذين أقامهم الله عز وجل في هذه الأمة، تمام، وتابعهم على ما أنضجت عقولهم، أنضجت عقولهم وأخرجت أذهانهم. والله عز وجل يؤتي ويخالف ما بين مدارج العباد، المدارج دي التفاوت بينها كالتفاوت بين الألوان والأشكال والأجسام والأبدان، ومقدار التفاوت أعظم من هذا. ففضل الله أن أقام فينا أئمة متبوعين، ثم نأتي بعد ذلك ويكون إثبات أخطائهم على ما ارتأى صاحب التوليف وصاحب التصنيف في الكتب، ووالله لو رددنا عليه لبينا خطأه من أول ورقة في المصنفة إلى آخر ورقة. ويتهم الشافعي بالخطأ، ويتهم أبو حنيفة بالخطأ. أبو حنيفة أخطأ حيث جوز إخراج القيمة في زكاة، وحندخل في القضية بقى بتاع السنوية ديت، قضية السنوية ديت، إيه قضية السنوية؟ زكاة الفضة ولا يجوز إخراجها قيمة. وقد قال أبو الله، يعني أنت عارف أن أبو حنيفة قال بالجواز جواز إخراج القيمة، وأخطأ أبو حنيفة. أعوذ بالله، أنا لا أقول، ما أنا لسه بقول إجلال الأفراد غير ما غير إقامة الحق، لكن من أين لك أنه أخطأ؟ بناء على أصولك، تمام، المخالفة لأصول أبي حنيفة، تمام. لكن أبو حنيفة أصاب فيما بلغ إدراكه واجتهاده، أصاب الأجر، أصاب الأجر مع تأصيل له. ووجه المسألة اختيار لمن رضي مثلا حنبلي ورضي اختيار أبو حنيف، هو من انتهى إليه ابن تيمية الحنبلي القول بأبي حنيفة في هذه، والبخاري إشارت، لا البخاري لا أجزم أنه قال ولا هو المقتضى لكلام، هو إشارة وهو قول معاذ رضي الله عنه وطاوس، تمام، والذي أشار في كتاب الزكاة. لكن هل هو المذهب الخاص البخاري جواز إخراج القيمة؟ شو أنا بتكلم في مسألة بسيطة. طيب هتأتي هذا العام ويتفق العيد والجمعة، هل تجزئ العيد عن الجمعة؟ أنا ألفت فيها مؤلف زعل كل من قال الشيخ أحمد عمل اللمعة في عدم إجزاء العيد عن صلاة الجمعة، لأن المتفق عليه بالبداهة أن الجمعة فريضة واجبة متأكدة على كل مسلم عاقل بالغ، تمام، خالي عن الأعذار. مش بنقول كده عندنا في المنهاج، هذه وبنقول في كل متون الفقه، تمام. فلا يجزئ عنها أن تقوم، حتى أبو محمد بن حزم اللي شغب على المتقدم والمتأخر والحنبلي والحنفي والشافعي قال ولم يجد طريقا للإقناع على طريقة الأصوليين، قال هذه فريضة وهذه سنة وندب، هذه فريضة متحتمة وواجبة وهذه سنة، وهل تقدم السنة على الفريضة؟ ليه؟ عشان بقية حطه في الحيطة، ممكن هقول عن بقية حطه في الحيطة، ما أقولش على واحد النهاردة حطه في الحيطة، رعاية لحق التزمم للقرين والجار، هو جاري النهاردة حاول عليه، كما قال بقية في الأموات رحم الله بقية، لكن خلاص بقى، ما أنا بقول ما نخدش في المسألة، لكن بقول أنا كتبت فيها تصريح، بس قد خطأت المخالف يا سيدي. لا أنا مش خطأت المخالف يا مولانا، الجزم بعدم الإجزاء تخطئ المخالف. لا يا مولانا، في فرق بين إثبات المذهب ونقل القائلين فيه برمة كلامهم، غير أنا لم أقل، يعني إنما قلت هذا قول أبو عمر بن عبد البر، وحتى أبرأ من المسؤولية، هذا قول أبو أكان من أشدها قول أبو عمر بن عبد الله ابن رشد الحفيد، المالكية، الشافعية، أبو زكريا النووي في المنهاج، ومع إن ما نقلتش، حتى إن بعضهم لما علق قال وهناك رسالة غير أن لم تنصف طرائق الفقه، والله لو استوفيت طرائق الفقه لا ضربتم هذا بالسيوب.
بأنت عايزني ده أنا من التعقل بالمكان بحيث لا أستوفي في هذه الرسالة إلا الرد على الحديثيين لا الرد على الفقهاء. وكفان الرد على الفقهاء أبو عمر بن عبد البر. أنت عايز أكثر من هذا السفاء؟ نائبا عن المالكية، أبو زكريا الشرف النووي نائبا عن الشافعية، من الحنابلة ابن تيمية، ونقلت كلام ابن تيمية كان يرى تقديم إجزاء الإجزاء ولا لا يرى، تمام؟ فهذه القضية ينبغي أن يراعى فيها أن مخالفك إن كان من أهل طبقتك فالرفق الرفق. قل ما شئت عن المتقدم مش هيحمل عليك سيف ولا يشتمك ولا يسبك في محفل، إنما لما يكون قرينك ومن أهل زمانك هيعمل لك إيه؟ تمام. وهذه ليست مندوحة لأن نتكلم في المخطئ المتقدم ولا نتكلم في المخطئ المتأخر، لكن أقول مراعاة لحق الصحبة والاجتماع والإيه والائتلاف. أيوة كده صدقتم. وألف بين قلوبهم، تمام كده. أيوة 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 نعم نعم نعم. نرجع إلى ما قلناه، قد ثبت عندك وتقرر ما قالوه في صحة الخبر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والذي سبق أن ذكرناه هو من باب ذكر الأولياء الذين تتنزل معهم الرحمات، تتنزل بذكرهم الرحمات. القعقاع بن حكيم، قعقاع بن حكيم راوي هذا الخبر عن أبي صالح. بعضهم يقول طب لو كان الخبر صحيحا وهو من رواية أبي صالح السمان أبو سهيل، هو أبو سهيل بن أبي صالح السمان من متقني التابعين من أصحاب أبي هريرة. يعني لو قلت لي من أصحاب أبي هريرة على التحقيق، ونعني بالأصحاب الذين هم الملازمين والمصاحبين والمبصرين ممن يقال عنهم طالت صحبتهم واعتمدت عدالتهم، يعني طول الصحبة للصحابة، الله أبو صالح. لو قلت لي من متقني أصحاب التابعين من أصحاب أبي هريرة، أقول لك لا يخفاك أن أولهم سيد التابعين سعيد بن المسيب بن حزن، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي إمام التابعين سيد التابعين سعيد. ودايما كده يجي الإمام ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري يقول عن سعيد بن المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن، يبقى أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن عوف الزهري، أبو سلمة القرشي الزهري. سعيد أبو سلمة أبو صالح السمان سعيد المقبري، أبو سلمة أبو إيه؟ أبو صالح السمان، أبو صالح السمان كان إماما ناسكا عابدا من متقني أصحاب أبي هريرة، وكان ينزل الكوفة لجلب الزيت وبيعها بالمدينة، وكان إذا أتى الكوفة نزل في بني كاهل. من بني كاهل دول هم أصحاب الأعمش، أهل الأعمش، ما أنت بتقول سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي. إيه الكاهلي دول؟ بنو كاهل الذين نزلوا الكوفة وتوطنوا بها، وإليهم ينسب الكاهليين، ومنهم مين كما قلنا، أذكر ما أقرب مما يذكر من الكاهليين، أبو محمد الكاهلي. مين أبو محمد الكاهلي؟ سليمان بن مهران الأعمش. الأعمش اللي إيه؟ لا بأس أن تقول الأعمش والأعرج والأحول، ها؟ يلا بقى دولة الألقاب البذيئة. لا مش بذيئة، ده كان لا يعرف إلا بالأعرج. يعني أحيانا يقول لك المحدثون يتناولون أسماء رجالهم بالألقاب فيقولون أحول، وهم ينهون عن الألقاب ولا تنابزوا بالإيه؟ بالأحول والأعرج والأعمى، لكن لا يجد وسيلة إلى التعريف. إن كان من باب التعريف بما لا يعرف القارئ إلا به، أبو هريرة. إيه أبو هريرة ده؟ هو ليس هناك تعريفا لأبي هريرة حتى يصير أبو هريرة علما على الاسم. أبو هريرة اسمه أبو هريرة، طب اسمه إيه على التحقيق؟ 40 وجها من وجوه الاختلاف. لو أردنا أن نحقق الاسم عايزين نحقق أبو هريرة، ما اسمه على التحقيق احتاروا، عايزين نحقق
يعني كثير من الأسماء لا يقع التحقيق فيبقى الاسم الذي أو الحالة والصفة الذي اتصف بها علما على الاسم، فيبقى هي علم، يبقى كنية غلبت بقت ايه؟ فرأيت أبو بكر، أتاني أبو بكر، ورأيت أبو بكر ومررت بأبو بكر. الشيخ لحن، دي أنت اللي لحنت. إيه اللحن فيها؟ اسمه إيه؟ أبو بكر. يبقى رأيت أبو بكر ومررت بأبو بكر ولا بأبي بكر. الشيخ ما قالش بأبي بكر، يا عم نام يا عم، اسمه يا عم إيه؟ لا هو اسمه أبو بكر. صارت الكنية اسما علما بقى. يعني لا جملة الحكاية شيء، أقول صارت الكنية علما اسم كده، بقت اسم، فهكذا يعني. تمام، هكذا. كفاك مديح يا مولانا، مش كلام. كفاك مديح يا سعد. يا سعد أنت سعيد إن شاء الله. يقول لك شيخنا الإمام الشيخ أحمد عالم كذا، قلنا دعوكم من هذا. احصل مش عايز أقول. قد مدح القعقاع. لا لكن قال نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله بن عمر، يعمل ايوه كده، نعم الرجل وكفانا هذا. فكما قلنا قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد يعني القطان، ها سمي اثبت عندك او القعقاع بن حكيم؟ قال قعقاع احب الي. سمي ده بقى، سمي كان من احبهم الى قلب مالك بن انس. لما نقول من اصح الاحاديث ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، طب خد بقى الثانيه. ايه الثانيه؟ ها سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المخزومي عن ابي صالح عن ابي هريره. الشهداء خمسه، ويذكر الحديث. تمام. كما قلنا القعقاع بن حكيم. وقال ابو طالب أحمد بن حميد صاحب أحمد بن حنبل، أبو طالب عن أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ثقة، وأنا أقول ثقة وفوق الثقة قعقاع بن حكيم. ها ومن صحاح أحاديث أبي صالح السمان، أبو صالح السمان، ولعلك أصح من أحاديث سهيل. مسلم في صحيحه خرج سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، نسخة كبيرة اسمها سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن إيه؟ عن أبي هريرة. نسخ طبعا، لأن حقيقة الأخبار واللي بيسألني كيف تحفظ، كيف يحفظ حفاظ الحديث نقول كان قديما ما يعرف بالنسخ. أرأيتك لو أنك أعطيت لوحا كتب فيه جزءك من القرآن الذي تقرأه اليوم وتحفظه لتسمعه على شيخك عند الغداء، يعني غداة اليوم الذي لما يمكنت الكتاتيب، لما كانت الكتاتيب ليتها دامت. ماذا تفعل؟ تكتب جزءك من القرآن، ولا تمسك مصحفا ولا شيء من هذا القبيل، تكتب جزءك من القرآن في لوح، هو اللوح المحفوظ، ثم تحفظ من الليل أو بقية يومك أو ليلتك تخوف الغداء. العصا لمن عصى؟ أصل إحنا بالغداء هيعمل إيه؟ نعرض القرآن على الشيخ، نعرض اللوح. تقول نعرض الإيه؟ نعرض اللوح على الشيخ. والعصا لمن عصى؟ امسك يا شيخ وعبط واضرب. لماذا؟ لأنه لم هكذا كان الحفظ. ولكن أقول العامل الأول ليس الضرب وليس التخويف وليس ما يقوم به الشيخ من إرعاب الطالب لكي يحفظ، إنه اللوح. هو إيه اللوح؟ الصحيفة. كان الحديث قديما اسمه صحيفة مثل، يعني معمر، يعني معمر ابن راشد اليماني، معمر ابن راشد اليماني عن همام ابن منبه عن أبي هريرة هذا ما حدثنا رسول الله. كم حديث؟ 139 حديث في صحيفة تعرف بالصحيفة الصادقة.
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، صحيفة كتلك الصحيفة. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولعل يعني أنا لا أحقق هذه المسألة حتى يأتي طالب مجود أو يعمل رسالة، ما صحيفة القعقاع؟ يقولوا ده الشيخ أحمد قال في صحيفة اسمها صحيفة القعقاع، احنا نعلم صحيفة معمر، نعلم. أقول لهم لا لا لا، توسخوا من هذا القول، في صحيفة اسمها صحيفة. معقول يا شيخ؟ ممكن يسمعني أساتذة الجامعة يقول لك الشيخ بيقول في صحيفة. أيوة يا مولانا، في صحيفة، في صحيفة. يعني الكتب الذي قرأناها ربما نسيناها من زمن، لكن بقي بقي بقايا من هذه الكتب التي قرأناها قديما، من كتب ابن مندى، التذكرة، فيما كتاب كده كبير ضخم اسمه التذكرة، ترى فيه ما لم نقرأ في لا في الكتب دي ولا هكذا. فهكذا كانت صحائف، فمنها صحيفة القعقاع ابن حكيم، القعقاع ابن حكيم الكناني، من ولد مالك ابن كنانة الكناني، الكناني مدام كناني يبقى ايه؟ مدام ليس كل كناني قرشيا، لأن قريش أدوم من كنانة، وكنانة أعلى أعلى من قريش. كنانة منتهى نسب القرشيين، مش كده ولا إيه؟ يعني كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معبد ابن إيه؟ ابن عدنان. ولذلك النبي كما قرأنا في الشمائل يقول إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل كنانة، كنانة العالي ده بقى، كنانة إيه؟ العالي ده، العالي أوي ده، العالي. واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من بني من قريش بني هاشم، واصطفاني من كنانة عالية كده شوية. لذلك حتى بنقول في باب النسبة تذكر العالي ثم الأدوم فالأدوم. يعني من الخطأ أن نقول الهاشمي القرشي، خطأ ميسور. الشيخ بيقول أنت بتخطأ أهو، خطأ ميسور. يعني إيه خطأ ميسور؟ هو على خلاف القواعد المتبعة في علم الأنساب، كبر كبر. علم الأنساب اسمه إيه؟ يعني حقيقة الإنباء عن النسب يدخل في دائرة إيه؟ كبر إيه؟ يعني إيه كبر كبر؟ أيوة كده، بالكبير، كبير العيلة. مش يقولوا كبير العيلة؟ كبير العيلة. مين كبير العيلة؟ كنانة. طيب مين أبناء كنانة؟ هكذا يأتي أبناء كنانة حتى نصل إلى مضر. حتى نأتي إلى إيه؟ مضر. وبعدين نيجي بعد مضر يأتي إلى بنو هاشم، بنو هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. تمام؟ ولا يقال في النسب الكلابي، لأن كلاب دي قائمة بذاتها، قبيل قائم بذاته، والنسبة إليه إيه؟ كلابي، النسبة إليه. أما كلاب ابن مرة لا يقال كلابي. خلي بالكم فيه كده في النسب أشياء ينبغي أن تحفظ وتقعد. فلا يقال كلابي. تمام؟ يعني يقال النبي الإسماعيلي الكناني المضري القرشي الهاشمي. الهاشمي. حاول كده البعد حتى تكون القبائل المجتمعة، مش الأفخاذ الصغيرة ولا البطون الصغيرة كده. ما قالش مثلا العبد منافي، ما قالش الإيه. دي أمور متبعة في علم الأنساب ينبغي مراعتها. لكن نرجع إلى ما قلنا، ماذا قال البخاري في هذا الباب؟ كما قلنا قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد العزيز بن محمد يعني الدروردي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقع في النسخة المطبوعة، وكم وقع في النسخ المطبوعة من الأدب المفرد من أخطاء لم على ما أذكرها هنا، هو من باب التنبيه عند القراءة، لكن كذا وقع في مجالس عدة، مجالس إسماع، والمسمعون يسمعون الخبر قرئ هكذا، ممكن يكون غافلوا عن السماع فوقعت القراءة خطأ. صالحي الأخلاق، صالح الأخلاق، هذه واحد. ابتلى الباب باب حسن الخلق بهذا الحديث الجميل الصحيح غاية، صحيح غاية، وهو قول الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد الذي يحدث عن شعبة هشام بن عبد الملك الإيه؟ الطيالسي. أبو الوليد
قال حدثنا شعبة، حدثنا الضخم عن الضخامي شعبة أبو إيه؟ أيوة كده، ده الضخم الكبير قوي، شعبة أبو إيه؟ شعبة بن الحجاج البصري المتوفى سنة 60 و100. هذا متقدم على مالك، متقدم على مالك، لكن حين يقرنوه في الطبقة لا بأس بأن يكون التفاوت بين وفاتين مالك وشعبة قريب من 19 عام. مالك توفي سنة 79 من الآل، من الذي قال 79 و100؟ ومالك توفي سنة 79 و100. هو أنا مبسوط طبعا إن لكن سنة 79 و100. مية ما تزعلش يا سيدي، 179. فبين وفاتيهما 19 و160. ها لكن تعالى لما يتفاوت كتير كده، عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الخراساني متى توفي؟ أنت قلت 179، زود كده شوي، يبقى متى توفي عبد الله بن المبارك؟ يلا يلا يلا، ها ها كام؟ أمال عبد الله بن إيه؟ بن العيعة. 80 و100، 80 و100، يعني بعد مالك بكام؟ ادرجوا في طبقة مالك؟ لا لا لا، لأن مالك كده هو وأعوانه، لو جعلجات الاستقلال 2-2-3-3 يبقى في طبقة مالك لقرب وفاتيهما، لكن مالك دخل في جماعة سبقوا في تاريخ الوفاة. أقول لك شعبة والسفيانان، مالك وشعبة والسفيانان، وربما قدموا مالك. لماذا؟ ما احنا دايما نقول قدمنا أحمد على ابن سعد، لماذا؟ قدموا مالك على السفيانان وشعبة، وأقدمهما وفاء سفيان الثوري ثم شعبة ثم مالك ثم سفيان بن عيينة، فجعلوا سفيان بن عيينة في طبقة إمام الحجاز. من إمام الحجاز؟ مالك وسفيان، وما وسفيان بن عيينة تأخرت وفاته عن مالك، ومالك تأخرت وفاته عن شعبة، وبعد ما بين وفاة مالك وشعبة كما قلنا 19 عاما. عمر طبقة ده اسم طبقة، لو كانت عمرها 17 أو 19 أو 20 يبقى ده عمر طبقة، ومع ذلك جعلوه إيه؟ في طبقة واحدة. هنا بقى للاتفاق في علو الإسناد والرواية عن مشايخ طبقة واحدة، تمام؟ شعبة روى عن محمد بن المنكدر، مالك روى عن محمد بن المنكدر، شعبة روى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، البيعان المتبايعة نهى عن بيع الخيار، نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن، رواه شعبة ورواه مالك ورواه سفيان بن عيينة. اشترك بقى في الطبقة، طبقة المشايخ، مع أن البعد ما بين وفاة مالك وشعبة 19 سنة، 19 إيه؟ سنة، ولكن للتقارب في الميلاد والاتفاق في طبقة الشيوخ. هنا نقول إيه؟ نأتي إلى أبو الوليد عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة الذي يقع في المطبوعات وقرأت في المجالس ابن أبي برزة، غلط، ابن أبي بزة، القاسم ابن، أنت مش تقول البزي، مين البزي ده؟ من أبناء البزي، من أبناء أبي بزة البزي، أبو بزة، أبو بزة اسمه نافع، يعني القاسم ابن نافع ابن يسار، من أبو بزة ده؟ هو نافع ابن يسار المكي، تمام؟ فنسبوا إلى البزي مش البرزي، يعني لو كان أبو برزي يبقى إيه؟ مش كده ولا إيه؟ لا، القاسم ابن أبي بزة، واسمه أبي بزة نافع ابن يسار، يبقى القاسم ابن أبي بزة المكي. قال سمعت عطاء الكيخراني، الكيخ، الكي، أيوة كده الكي، يعني بنصب الكافي وإسكان الياء، مش الكي خراني، الكي خراني، وقد يقال الكو خراني، يبقى بإسكان الإيه؟ الواو، بإسكان الإيه؟ الواو، يعني الكو خراني أو الكي خراني. عطاء الكي خراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، ولا تعارض بين قوله ما من شيء في الميزان أثقل
من حسن الخلق. لماذا؟ لأنه جائز أن يقال وغيره أثقل منه. جائز في اللغة أن تقول إيه؟ وغيره أثقل منه. ما أثقل؟ ما يوضع الله البطاقة الراجح اسمها الإيه؟ اسمها البطاقة الراجح. فيؤتى برأي صاحب على رجل من أمتي ها، فيقال احضر وزنك، فيحضر الوزن فلا يرى لك عندنا شيء، لك عندنا حسنة. إيه الحسنة اللي لك؟ إيه هي؟ الله على الجمال. البطاقة إيه؟ البطاقة. ويقول لك البطاقة دي لغة أهل مصر، لأن عبد الله بن عمرو وكذا عامر بن يحيى بن جاشيب المعافر المصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ها أن رسول الله قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. والقصد من الخبر، يعني مش هذكر الخبر تماما، وإن كان الخبر عندنا مسلسل بالإيه؟ بالمصريين. نحن نروي الخبر مسلسلا برواية المصريين إلى عبد الله بن إيه؟ كما رواه صاحب البطاقة أو صاحب كتاب الإيه؟ حديث البطاقة. ما أثقل شيء بقى هنا؟ أثقل شيء في الميزان شهادة أن لا إله إلا الله. ولا ينافي ذلك قوله ما من شيء أثقل في الميزان من حسن إيه؟ ليه؟ لأنه جائز في العربية أن تقولها وغيره أثقل منه. وغيره إيه؟ إلا أثقل منه بقى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. وفي حديث عبد الله بن عمرو الأعرابي الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مجلس أصحابه فقام على رأسه وقال إن صاحبكم هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. يا قليل الأدب، اخص عليك برضك. النبي عايز يرفع ويضع، هو ما شايف نفسه، ما هو ده جاي بقى ولابس الايه؟ لابس الجبه زي كده. قال لك لابس الايه؟ جبه سيجان وعليه جبته سيجان وقام على راس النبي. قله ادب اسمها ايه؟ معلش بقى، ده مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف ذلك الاعرابي او لا يعرفه؟ لازم يقام عند حد وكده، مش كده ولا ايه؟ فقام على راس النبي، راس، ومعه من؟ معه المغيرة بن شعبة، عمر بن الخطاب. لو المغيرة كده كان مسكه كده ونكد بيه، ها؟ مش كده ولا ايه؟ مغيرة بن شعبة كده، مجرد ماذا فعل مع سهيل؟ سهيل بن عمرو. ايوه كده، بكعب سيفه، وقال يا غدر، يا غدر، بيقول للمغيرة بن شعبة ما تزال في غدر. عمرو بن مسعود لما قال له يعني أرأيت أحد فعل في قومي ما فعلت تجدع أنفك بيدك. أروى ابن نعم نعم نعم. فهكذا كما قلنا، هكذا كما قلنا إيه؟ قام على رأس النبي وفيه التمام، وفيه إيه؟ ليس شيء أثقل في الميزان من إيه؟ من قول لا إله إلا الله، تمام؟ ثم كلمتان خفيفتان، سبحان الله وبحمده، وهما صلاة كل شيء وبهما يرزق كل شيء. سبحان الله والحمد لله. ثم لا إله إلا الله أثقل ما وضع في الميزان. فلا منافاة بين قوله أثقل شيء يوضع في الميزان قوله إيه؟ ثم خلق حسن. ما هو ده الكلام الذي جعل أبو جعفر الطحاوي يقول خلق حسن يعني إيه؟ يعني الدين، يعني الدين، يعني إيه الدين؟ لا، الخلق الحسن شيء زائد وهو فرع من فروع الدين، وليس الدين كله الخلق فقط، بل الدين أشمل من هذا، لكن لو اقترن بالخلق الحسن فكمال الديانة وتمامها. ومنها هنا ثقة للميزان. نعم، كالحج عرفة هي كقوله. نعم نعم، ما هذه لغة العرب كما قلنا، لغة العرب أنهم يذكرون الشيء ويعنون لا ما يعناه فيما بعد أهل الاصطلاح من إفادة الكلمات تلك الحدود الضيقة في المعاني. الحدوديين، مين الحدوديين؟ هي كلمات حدودية يقف عندها، لكن الكلام قد يكون له معنى في كلام العرب أكثر من إيه؟ من هذا. يعني ربما وقفوا على حديث، على حديث بين أنا على حوضي أنتظر أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، ف يقولون فيهم المنافقين وأخطأوا خطأ فحيشا في هذا الباب. يقول لك كيف يقول أصحابي، كيف يقول أصحابي
تمام. وقد صغر عددهم وقال أصيحابي، ولا بأس أن يقال عن كل من أتى بعد ووافق الهدي واتبع الصراط واتبع الطريق من جملة إيه؟ أصحاب النبي. ولا يعترض علينا بحديث ها أنتم أصحابي وهؤلاء إخواني، إخواني الذين يأتون من بعدي، تمام. وذكر مسلم الخبر، لكن كما قلنا هذا حديث أم الدرداء، الله على أم الدرداء، هجيمة بنت حيي الأوصابية زوج أبي الدرداء. وأبو الدرداء كان له زوجان، كان له زوجتان، ويجوز له زوجان، لا له زوجان، لا إنما له زوجة، زوج يعني زوجة، أما له زوجان، لا له زوجتان، أيوة له زوجتان، لكن نقول زوج أبي هريرة زوج أبي الدرداء يبقى زوج، إنما زوجان لا 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 زوجتان، أيوة كده، لكن زوجان يعني زوج أبي هريرة الأول أبو الدرداء أم الدرداء الكبرى، زوجه الثاني ها يعني زوجته الثانية أم الدرداء الصغرى وهي راوية هذا الخبر. أم الدرداء الصغرى هجيمة، ما بنقول الخبر عن أم الدرداء عن مين؟ عن أبي الدرداء، أن رسول الله قال ما شيء أثقل في الميزان من إيه؟ من حسن الخلق، ها حسن الخلق. أم الدرداء الصغرى هذه راوية الخبر عن أبي الدرداء، كما أن أم الدرداء الكبرى روت عن أبي الدرداء، ولكنها أقدم وفاة من أبي الدرداء. يعني أم الدرداء الكبرى خيرة، خيرة ابنة أبي حدرة الأنصارية تقدمت وفاتها على أبي الدرداء، أما الصغرى باقيت حتى عهد أمير المؤمنين مروان بن عبد الملك، على ما سنذكر من حكاية أم الدرداء مع مين؟ مع أمير المؤمنين، مع أمير المؤمنين. أم الدرداء نزلت دمشق بعد، طبعا من الذي فتح الشام؟ معاوية رضي الله عنه، فاتح الشام كثيرون، حتى آل الحكم إلى من؟ معاوية بن أبي سفيان. وفي عهد معاوية كانت أم هذه مقيمة بدمشق، ذلك أراد معاوية بن أبي سفيان أن ينكحها بعد وفاة أبي الدرداء فأبت. لماذا أبت؟ الوفاء، الوفاء، الوفاء اسمه إيه؟ اسم الوفاء الوفاء. أقسمت على أبي بكر أنكحني أبوي إليك، أنكحني أبوي إليك في الدنيا وأنكحتك نفسي في الآخرة. الوفاء، الله على الوفاء. قال إن كنت كما تفعلين فلا كما تقولين فلا تنكحي بعدي. نسبة المرأة إلى الإيه؟ عمل النكاح. ونسبة المرأة إلى آخر أزواجها وأحبهم إلى قلبها. أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء رضي على ما به من الفقر، لا فقر من، إنما الغنى غنى النفس. فقر إيه؟ دي إحنا اللي فقر، دي إحنا على ما بنا من غنى فقراء. إن الحمد لله لما يجي واحد يسألك نحن فقراء، لا لا لا، دي إحنا الحمد لله. ها أليس عندك بيت؟ أليس عندك؟ أليس عندك قوت؟ يا أنت يتب أنت إيه؟ زمال عبد الله بن عمرو، يبقى انتم ملوك. لا لا، انتم بتقولوا فقراء. الدمشقية ام الدرداء الصغرى، يبقى دي ايه؟ الصغرى. وتسمى هجيمة، وبعضهم يقول جهيمة، جهيمة، والاول اصح هجيمة الاوصابية الحميرية، يعني من ايه؟ قبيل من حمير يقال له اوصاب، فقد تقال الاوصابية وقد تقال الوصابية، الوصابية او الايه؟ الأوصابية. روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء رضي الله، ما اسم أبي الدرداء؟ عويمر ابن عامر، عويمر ابن عام أبو الدرداء. روت عنه علما جما وعن سلمان الفارسي وكعب بن عاصم الأشعري وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة، ها والأولى بها زوجها، من زوجها؟ زوجها أبو الدرداء. وعرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء وطال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهادة، لذلك حدث عنها من كبراء أهل الشام أبو قلابة الجرمي، جبير بن نفير، جبير بن نفير الحضرمي، سالم بن أبي الجعد، رجاء بن حيوة،
قاضي مين؟ رداء بن حيوة، قاضي عمر بن عبد العزيز. زمن فيه قاضي عمر رداء بن حيوة يبقى زمن حلو قوي. هو اللي تسبب في الله على رداء بن حيوة. قاضي مين؟ قاضي عمر بن عبد العزيز. الله الله الله، توسل الى سلمان. مع ان سليمان بن عبد الملك كان محبا وكان في قرارة نفسه ان يتولى لا هشام ولا غيره، انما يتولى من؟ عمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة ويونس بن ميسرة بن حلبس ومكحول وعطاء الكيخراني. اسمه عطاء الايه؟ كيخران. كيخران قرية من قرى اليمن، ناحية من اليمن، تسمى كيخران أو كوخران، والنسبة إلى كيخران أو كوخران كيخران. وإيه؟ مش كيخراني بقى كما سمعت، كي بالإيه؟ سكن بالفتح ثم السكون، يعني نصب الكاف وإسكان الياء. كيخ، كي أي كي، هل اسمها إيه؟ كي أي كي، عشان نعرف نتوصل إلى القراءة. كيف نتوصل إلى قراءة الساكن؟ ها، تقرأ الحرف ومعه الساكن. وقف، أع، أخ، أب، كده. كيف تقرأ الحرف الساكن كده؟ هكذا تقرأه من خلال حرفين متواليين، مع الثلاثة ما بيبانش، يبان مع الإيه؟ مع اثنين كده. كي خراني، يبقى الكي خراني. ها، وما تهزرمش بقى علي، نقعد نقرأ كده ونهزرم. كي خراني اعطاني كي هي اعطاك. لا 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 لا، حقق حقق، اسمها ايه؟ حقق حق. كما قلنا، وعطاء الكي خراني، وكان ممن يكثر الروايه عنها، بل اثرته الى جمله اصحابها، وكانت تجالس الرجال. فقيها زاهده زاهده، وكانت تجال على ما سنذكر لك، وكانت تجلس حتى اذا فرغ امير المؤمنين من نوبته ليقوم ليصلي بالناس، أخذ بيدها حتى أدخلها إلى مصلى النساء وقام إماما في المحرم. مش أمراء المؤمنين في ذلك الزمان كانوا يؤمون الإيه؟ يؤمون الصلاة. تجالسه ها في رحبة المسجد ويحدثها وتحدثه، وكانت تحب مجالسة الصالحين وآل الذكر. تمام؟ بالعكس، ده على ما تسمع من السيرة. قال محمد بن سليمان بن أبي الدرداء، اسم أم الدرداء الفقيهة التي مات عنها أبو مات عنها، يعني مات عنها وهي بصحبتي، لأن الأولى ماتت إيه؟ أيوة كده، مات عنها، لأن الأولى سبق وشبعت، شبعت إيه؟ ماء ورية، شبعت ماء وغذاء، ماء وخبزة. واحد يقول لي الشيخ يقصد شبعت موتا، لا لا، شبعت ماء وخبزا، يعني استوفت نصيبها مما قدر لها وقضيها، ها قضي الامر، ها فشبعت. يقول لك الشيخ شبعت موت، انا قلت برضه شبعت موت، انا ذكرت شبعت موت، ماتت قبلها. لذلك يقول لك توفي ايه؟ ما معنى توفي عنها؟ توفي وهي في صحباته، ها وهي في صحباته. اما التي توفيت قبل، هي قال توفي عنها، لا توفي عنها اي بقيت بعد ايه؟ بعد ان مات هو. اما الاولى فلم شبعت برضك، شبعت برضك. كانت يتيمة في حجر ابي الدرداء. احنا بس بنوثق عشان نعرف بنقول كيف نتوصل الى تصحيح الخبر وقبوله والرضا به. قبله ائمة العلم، قبلوا الخبر وصححوا. المتأخرين مش محتاجين احنا بقى، معذرة يعني، متقدمون قد صححوه، وهذا اختيار إمام الأئمة، إمام الأئمة، إمام المحدثين، فالزائد على الأدب، الزائد على الأدب أودعه كتابا اسمه ايه؟ الأدب، لأن كتاب الأدب في الجامع الصحيح لم يستوعب هذا الصحيح الذي يحفظه إمام المحدثين. كفاه أن وضع في كتابه من الصحيح ما كفى وشفى، كفى وإيه؟ طيب، يبقى بعض الأحاديث، صنع له كتابا اسمه إيه؟ كما صنع أيضا في كتاب، جزء من كتاب الأدب اسمه بر الوالدين، صنع كتابا اسمه إيه؟ بر الوالدين، وهو يحقق الآن على يد بعض إخواننا الفضلاء. كتاب بر الوالدين للإمام إيه؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، زائدا على بر الوالدين المبسوط فين؟ في كتاب الأدب. وده دليل على أنه لم يستوعب في الجامع،
استوعب الجامع الصحيح؟ ها؟ لم يستوعب ولا قصد ذلك، إنما أراد أن يضع في كتاب الجامع الصحيح ما يقوم مقام الكفاية. ها، كفاية الشفاء الغليل وكفاية العليل. اسمه الشفاء ليه؟ الغليل، واحد عايز كده يشفي غليله بقراءة الحديث في كتاب الأدب، فوضع كتاب الأدب من جملة الكتب 98 كتاب في صحيح البخاري. جملة كتب البخاري كم؟ ها، منها كتاب الأدب وما زاد على ذلك من الصحيح أو ما يقوم أو ما يمكن الاحتجاج به والحكم عليه بالثبوت. حكم عليه بالإيه؟ تقول لي في الأدب المفرد ضعيف، أقول ولكنه ثابت. ضعيف ولكنه إيه؟ إيه يا شيخ أنت هتلغز علينا؟ بتقول لي ضعيف ولكنه ثابت، باب الثبوت. أيوة كده، باب الثبوت غير كتاب الصحيح. لذلك لما تقول ثابت وصحيح له معنى غير إيه؟ حديث إيه؟ ثابت. وغير لما تقول حديث إيه؟ صحيح. كانت أم أبي الدرداء الصغرى يتيمة في حجر أبي الدرداء، تختلف معه في برنس. إيه البرنس؟ هذا لباس الرجل، ليس للمرأة أن تلبس، أن تلبس لباس الإيه؟ لكن كانت تلبس البرنس. إيه البرنس؟ ها؟ إيه البرنس؟ شفت لباس المغاربة؟ شفت لباس المغاربة والجزائريين؟ هذا البرنس، هذا البرنس. فكانت تلبس البرنس وتصلي في صفوف الرجال. مشترك. آه. يعني خاصة بالرجال تلبس، هو مشترك بينهم. لا، هو سترة للمرأة ولكنه فيه تشبه بالرجل. هو سترة للمرأة. إذا لابد من التوليه. إذا لابد من التوليه حتى لا تتشبه. بس هو حقا البرنس المغربي تلبسه المرأة ولبسه الرجل. يا سيدنا القول قولك. بارك الله لك. وكانت تصلي في، بس وكانت ما توجه. أيوه، هو ما يعترض علينا ويقول وجهنا الأول. وش فيها؟ تصلي مع الرجال. مع الرجال. لا بيكلم الشيخ أسامة. لا لا، بس القضية، إنما القضية وكانت تصلي، خد بالك، وكانت تصلي في صفوف الرجال. أولا الخبر بإسناده إلى يزيد بن جابر، ها، يزيد بن جابر، ومعه ضعيف عثمان بن أبي عاتكة. عثمان بن أبي عاتكة ضعيف لا يحتج به، لكن يزيد بن جابر يحتج به، وقد أدرك أم الدرداء. وتوجيه موجود. لا يتوجه. كانوا يصلون في الرجال. يتوجه. النساء خلف الرجال. يا مولانا صدقت ما بقول القول قولك. يا مولانا القول قولك، لا 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 نخالف في هذا. لا نخالف في هذا بمعنى، بمعنى أنها تصلي في صفوف الرجال منعزلة عنهم. الله، وكم كان من تقارب بين صفوف الرجال والنساء على عهد النبي. لكن القضية ينبغي أن تحمل على المعنى الصحيح الذي خان فيه التعبير ناقله. ناقله خانه التعبير. فقال كانت هو دي حديث. هو ده حديث نبوي. ده رجل يحكي حكاية، يزيد بن جابر بيحكي حكاية. ما الحكاية الذي حكاها؟ قال كانت تصلي في صفوف. فهذه حكاية. وتوجيهها موجود. وتوجيهها. أيوة كده. فهكذا ينبغي أن يفهم النص وتفهم الحكاية. اسمها إيه؟ وليس حديثا نبويا حتى يقال ما توجيهه. تمام؟ وكانت تصلي في صفوف الرجال. طيب، ما تقولون قديما كانوا يجلسوا في حلق القراء. كانوا يجلسون في حلق القراء، هي الذي تعلم. تمام تمام، كنا نتوضأ الرجال والنساء جميعا على زمن النبي صلى الله عليه، حديث عبد الله بن عمر في الموطأ، مالك عن نافع. تمام تمام، ما عشان مالك في الموطأ. فتعلم القرآن حتى قال لها أبو الدرداء يوما، أو بقى هتحصل الغيرة كده، الحقي بصفوف النساء. أنا لك أن تلحقي، أنا لك، أنا لك ده توجيه، أنا لك ده إيه؟ كانت يتيمة. إيه خلنا، ما كانت يتيمة، كانت يتيمة واضحة، كانت يتيمة، مش نلاحظ النص، كانت يتيمة. واليتيم يترخص في حقه ما لا يترخص في حق
غيره ممن له أبوان أب وإيه وممن كبر وبلغ كانت يتيما صغيرا. لكن وفيه معنى من معاني الإجلال والإكبار والتوقير والتقدير لأمة الدرداء وهي صغيرة، كانت صغيرة تجلس في حلق القراء وتقرئ القرآن. خد بالك، تقرئ وتقرأ، تقرئ لا تقرأ، وتقرئ القرآن. تقرئ ليه القرآن؟ هي الذي تقرئ القرآن حتى إذا بلغت أشدها وكعب ثدياها قال لها أبو الدرداء الحقي بإيه؟ أيوة كده، يلا ادخلي هنا بقى. أيوة ادخلي هنا بقى. في هذا التوجيه كما قال الشيخ توجيهه أنها إما كانت صغيرة وإما كانت بمعزل، وإن اتصلت الصفوف اتصلت الصفوف. هنا ما النهاردة بتتصل الصفوف على ما نحن عليه، كل واحد معاه سجادته وكل واحد واقف على علامة. اتصلت الصفوف اعتبروها صفوفا متصلة. إذا اتصلت القلوب فلا عليك من فصل الصفوف والخطوط، ها هنصف خطوط لكن القلوب إيه متصلة متراحمة. قال عبد الله معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا، إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوك وأنا أخطبك إلى نفسي في الآخرة. قال: فلا تنكحي أحدا بعدي. فنكحها أو خطبها معاوية بن أبي سفيان، فحكت له ما جرت بينها وبين أبي الدرداء، فقال: عليك بالصيام. معاوية وكانت ذات جمال وحسن، كانت ذات جمال وحسن، فكأن معاوية أراد أن يضيفها إلى نسائه، تمام؟ فقالت له ما ذكرت لمن؟ لأبو الدرداء رضي الله عنه. روى ميمون بن مهران قال قالت قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدا شيئا، لا تسألي أحدا، الله على الورع، الله على الزهد، لا تسألي أحدا شيئا. فقلت: إن احتجت. ما كل منا وإن كان قائم في مقام الورع والاكتفاء بالذات عن سؤال من لا ذات له، إياك والسؤال، فإنه يأتي يوم القيامة وإيه خدوش في الوجه كأنما مزعت من وجهك مزعة لحم، فهم؟ فقالت وقالت: وإن احتجت. الله الله، لا بأس أن نقول هذا المقال ورعا، فضلا من أن نمد أيدينا إلى الناس، تمام؟ ولو كان العمل لكان أفضل، لكن ما تعمل المرأة؟ تعمل ماذا تعمل أم الدرداء؟ قالت: إن احتجت تتبع الحصادين. من الحصادين؟ الذين يحصدون الزرع والغلال والحبوب، تمام؟ فانظري ما يسقط منهم فخذيه واخبطيه. مش سارق، لا يسمى سارقا، هذا جائز، هذا جائز، اخبطي. اللهم إلا أن يعتلي صورا أو يجاوز حرزا، ما جاوز الحرز فهو سرقة. يعني في أصحاب الحديقة قد أقاموا كلبا حرز، رحت أنت غفلت الكلب ورميت حتة عظمة ودخلت من وراه، الكلب حرز ولا مش حرز يا شيخ محمد؟ الكلب حرز ولا احترز؟ لا يكون خلاص خلاص. أنا بضحك بس وأقول ما تقولون في هذه المسألة، لا اختبر بها، لكن هل الكلب حرز؟ لا حرز، أقام احترز لنفسه لحياطة المال، تمام؟ ها احترز لنفسه فأقام جدارا لكي يحمي حائطة، تمام؟ ها كذلك يحترز ما تساقط من النخل فكله ولا حرج. ترمي الطوب؟ لا جاوزت الحرز. لا ترمي الطوب؟ لا يعني ترمي الطوب عشان تنزل البلح انت سارق كده، ها؟ لكن ما وقع من النخل اخطبته ولا بأس. لو رمى قتل هو؟ لا 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 لا، ما فيه الخبر سيدنا في الخبر أواه الجريم. ما أواه فهنا الحرز هنا في الجريم، فهو أصلا على الثمر يأكل ماشي يأخذ بهذا لا له يعني. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يرمي الشجر ويأكل، تمام؟ فأمسكوا به فقال: يا فلان، ما أذكر اسمه الآن، يا فلان ما وقع فاختبطه وكل ولا ترمي
نخلا ولا ترمي حائطا. قال له ما تبنيش تمام تمام تمام. لكن باب الحرز عند الفقهاء له معنى آخر، لكن أنا ما أتكلم. تمام. قال فتقدم قال انظري ما يسقط منهم فخذيه فاختبطيه ثم اطحنيه وكلي. قال مكحول وكانت فقيها، كانت فقيها. وعن عون بن عبد الله بن عتبة المسعودي، عون بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الرحمن ابن مسعود ابن مسعود المسعودي الهزلي، الهزلي الايه المسعودي، قال كنا عند أمة برداء، نأتي أمة برداء فنذكر الله عندها. قال يونس بن ميسرة بن حلبس كنا النساء يتعبدنا مع أمة برداء، كنا يتعبدنا مع أمة برداء، فإذا ضعفنا عن القيام تعلقنا بالحبال. ها. وقال عثمان بن حيان الدمشقي سمعت أمة برداء تقول إن أحدهم يقول اللهم ارزقني، هي الذي تقول هذا، وقد قيل لها تتبعي وخذي، لكن استطعت أن تعمل تعمل. قالت لا يقعد إن أحدكم أو إن أحدهم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن الله لا يمطر عليه ذهبا ولا دراهما، وإنما يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطى شيء فمن أعطي، وجائز أن تقول فمن أعطى، تنزيل باب الفاعل، تنزيل المؤخذ الآخذ باب الإيه، فمن أعطي من أعطى شيئا، من أعطي شيئا، الشيخ ما قالش أعطي، أعطى جائز، فمن أعطي شيئا فليقبل، فإن كان غنيا فليضعه في ذي الحاجة. يعني خد يا شيخ أحمد، قول له أنا غني، قول لي تصرف فتضع، أيوة خذه وضعه في ذي الحاجة. قال فإن كان ما يا سلام على الفقه، تقول فإن كان غنيا فليضعه في ذي الحاجة، وإن كان فقيرا فليستعن به، فليستعن به. كان عبد الملك بن مروان، عبد الملك مين عبد ها خليفة الله أمير المؤمنين، عبد الملك ابن مروان ابن إيه ها ابن الحكم الأموي، من مؤسس ملك بني أمية؟ عثمان بن أبي عفان، لا عبد الملك ابن مروان الحكم ابن الحكم، مروان ابن الحكم، وكان صحابيا ولكن كان صغير السن، يعني اللي في عمر متقارب من الصحابة صغار السن، مروان ابن الحكم، المسور ابن مخرمة، صحابي مروان نقول في خلاف، يعني في خلاف ده صحاب يقينا وقطعا، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من الصغار كما قلت لك، المسور ابن ايه المسور ابن مخرمة، مروان ابن الحكم، هؤلاء. لكن مروان ابن حكم هو مؤسس ملك ايه، ملك بني أمي، فهؤلاء بنو مروان، لذلك قل لك المروانيون. من المروانيون من بني أمية؟ هم الحكام، حكام بني أمية من بني مروان ابن الحكم. ها ها مروان ابن الحكم ابن ايه؟ ابن أمية، ابن أمية الأموي، أمية ابن عبد شمس الأموي، هذا أموي، وهو مؤسس ملك المروانيين. من المروانيين؟ رأس المروانيين وكبيرهم وفاتح بلاد الدنيا، ملكان ليس في الإسلام لهما نظير، أولهما عمر بن الخطاب، ثم مين؟ عبد الملك بن مروان. وكانت في عمالة عبد الملك بن مروان من؟ السياف. مين السياف؟ مين السياف؟ ربما لا يقام الملك إلا بسياف. الله الشيخ بيقول الملك لا دي هتأخذ عليا. أحيانا نقول دولة فيها من الرعاع والسراق و وتبدلت الأحوال. قام ذات يوم على المنبر، ها بلغنا أنكم تشكوننا، تشتكوا مننا، نعتذر إليكم لا اعتذار لكم. ماشي لا اعتذار لكم، لكن نعتذر إليكم. ماذا نقول؟ كونوا كأصحاب أبي بكر، تريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر، كونوا كأصحاب أبي بكر وعمر، نكون لكم كأبي بكر. إيه هنعتذر إليكم، هنعتذر إليكم. يعني الشيخ ماله كده ومع الحكام؟ مع ليه؟ لا الله، سبحان الله سبحان الله، والله ما رأينا الفساد إلا من الصغار قبل أن نراه من الكبار. ها نقول ابدأوا بأنفسكم،
كونوا كأصحاب أبي بكر وعمر، ها ما وسعه إلا أن يقول الكلمة. تقولون الحجاج الحجاج الحجاج، ها ربنا يعمر بيت الحجاج، كأنه بيقول ربنا إيه ما عمر بيت بني أمية. من الذي من الذي وقف أمام الخوارج؟ من الذي؟ طبعا الحجاج قتل سعيد بن جبير وقتل القراء وفعل كان هذه وقتل ده قتل الإمام الأكرم ماشي. بس ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ إلى الله نشكو. أيوة كده تقرب الله ببغضي وخلاص. لا ده كلام الذهب يا سيدنا. سيدنا انت تحبه تقتل ايه انت تقتوخ في قلبه. شوف ليس من المحاجة ولا من قضية التأصيل في باب الحجاج، وأنا أنأى بك أن تكون هكذا. ليس من التأصيل في قضية المحاجاة حين نتكلم عن المقامات والأحوال، تمام؟ والله عز وجل يغفر لمن يشاء ما شاء، تمام؟ مش كده؟ لكن المقامات قال إنهم رعاية أنك لا تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. الحسن أيوة كده وصلوا هذا سكت طبعا سكت عنه ما تكلم. والشعبي الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي ماذا قال؟ لا المسألة أكبر من كده، ولكن القضية إن اتسع فيها الجدل والخصام والكلام يبقى فيها بيان الحق. لكن نكف عند هذا الحال ونقول وهذا كان في زمن عبد الملك بن مروان، وعبد الملك أقام القضية على حقائقها وأصولها وتبعاتها. والحاصل من أمور وأحوال الناس في الزمان كانت قد تغيرت أحوال الناس في ذلك الزمان، تغيرت أحوال الناس. ألا تتغير أحوال الحكام؟ ألا تتغير أحوال الأمراء؟ ألا تغير الزمان؟ تمام؟ يعني عودوا إلى الله يعود الله عز وجل بأخذه وضربه على القلوب حتى تلين لكم. متى تلين لكم القلوب؟ يعني قلوب الحكام متى تلين لكم؟ تلين لكم القلوب إن لنتم لله تبارك وتعالى وأطعتم الله عز وجل. حديث ضعيف يحتج به الجميع. تمام. هو الخبر المنقطع. الخبر المنقطع المعلق يعني يقول قلوب الحكام بيدي الله تبارك وتعالى. تمام. فقال جلسنا إلى أم الدرداء فقلنا لها أمللناك. هكذا كانت مجالس العلماء، أمللناكم. نقول إيه؟ أمللناكم. قالوا أمللناك، فقالت أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء. مقصد العلماء، مقصد الخيار، مقصد الأبرار، أنهم يطلبون شيئا واحدا، يطلبون شيئا واحدا في كل شيء. مرة في قراءة القرآن، مرة في صفوف المجاهدين، مرة في المرابطة على الصغور، مرة في القيام بين يدي الله في التهجد. ها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك لا الكلام ده ما يتقالش. لا 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 تلعب مين ده بيعبد الله تبارك. كلها صفوف يقام بها العبادة ويرضى بها ربنا. ها ولكل مقام جاه ولكل حال ثواب. يعني أما يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك تلعب إيه؟ وده كلام يقوله برضك عبد الله بن مبارك يقول كده. عبد الله بن مبارك يقول كده برضك. ونسبة ذلك إلى عبد الله حققته. هذا كذب. لا لا هذا كذب. لا 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 لا. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك ونحن سواء. أما تلعب وتلهو إن إحنا وإنت إيه؟ سواء. لأنه وجوه العبادة تعددت، وجوه الخير كبير. هذا كذا وهذا كذا وهذا قارئ وهذا محدث. تمام. أما إلزام الأمة كلها بأن تكون في صف واحد، ها فمن الذي يقيم بقية الصفوف؟ ها هذا في الصلاة وهذا في الطاعة وهذا في العمل وهذا في الحج وهذا في الصوم. ها قالت أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالس العلماء ومذاكرتهم. ثم طال الزمان فلزمت بيتها. حتى هم يقولوا كده إيه؟ إن أحرست القوت فالزم البيوت. إن أحرست القوت إيه؟
ما هي ماذا كان يلزمها؟ يلزمها لعلها كانت تفتقر وتحتاج كما احتاجت بعد موت أبي الدرداء احتاجت. فقالت فلما اجتنبت أمرت رجلا نعم لا تفضل تفضل نكمل ولا أكرمكم الله أكرمكم الله. فلما اجتنبت أمرا رجلا أن يقرأ ولقد وصلنا لهم القول. قالت إيه؟ ها ولقد وصلنا لهم القول وصلنا لهم القول تمام. كانت رضي الله عنها تكتب في ألواح مريديها وتلامذتها فكتبت تعلم أحدهم الحكمة. قالت تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر. إن زرعت خيرا حصدت وإن زرعت شرا حصدت شرا. أعتقد أننا قد أطلنا أكرمكم الله. نعم لا لا ولكن لا يسعنا الوقت حتى نقول إلى الفجر. أكرمكم الله بارك الله لكم وفقتم وهديتم وبارك الله. اتفضل يقول شيخنا أحسن الله إليك أحسن الله إليكم الأخوة كانت ترجو أن تبدأ فضيلتكم معنا في شرح شيء حضرتك تحبه في المصطلح وقد طمعنا في عطائك. لا ما هذا الكلام هذا الكلام يستقيم لو كان الدرس دائما لكن أنا أحدثك الآن مثل أقول مثل نبتدئ ونشرع هكذا ونقف عند قراءة مقدمة الألفية أو مقدمة أبي عمرو بن الصلاح تمام ثم ينقطع بنا السبيل. لو تقرر ما احنا بنقول لو تكرر الدرس لو تكرر الدرس سنشرع بتوفيق الله فيما نحسن أن نتكلم به. أما هذه الرقائق وهذا الزهد وهذه الرغائب فإنه من باب اللطائف الذي نقضي بها سويعات ولعلنا لا نلقاكم عامنا هذا يعني أطال الله في أعمارنا وأعماركم فهم؟ لكن القضية لو كان الدرس دائما حنبقى نقول الدرس المقرر هكذا نشرع. يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الأسري بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي ونقرأ الألفية ونقرر مقررات الإيه الألفية فهم؟ وأنا صاحب الألفية ويعني معذرة الألفي صاحب الإيه أنا مش صاحب الألفية مؤلف ولكن حافظ الألفية هكذا ودرجنا على شرح الألفية ولنا فيها يعني أنا في تسجيلات كثيرة بشرح ألفية الإيه العراق شرح ألفية العراق لكن هي القضية لو أننا نسأل الله عز وجل التوفيق نسأل الله عز وجل التوفيق بارك الله لكم أكرمكم الله أكرمكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا خلاص الدرس انتهى ما ما تقول في حديث من عاد لي وليا من عاد لي وليا فقد آزمته بالحرب. طبعا تمام الخبر حديث أبي هريرة عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة الذي أخرج إمام المحدثين في صحيحه وبيسميه حديث الولاية أو حديث الأولياء. من عاد لي وليا فقد آزمته بالحرب ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه إلى ختام الخبر. القضية وما فيه بقى حتى أكون يده التي ورجله التي هكذا تمام. بعض ما تقول فيه أقول فيه يعني ما أقول فيه نعم أنت برضك بتكررها ليه أنا مش عارف معنى ما تقول فيه ولا إيه ما تقول فيه أقول فيه أخرجه إمام المحدثين في صحيحه وافتتح به الإمام الحافظ أبو نعيم الأصبهاني كتابه القيم حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ومن الطريق التي روى بها البخاري الحديث في صحيحه. ما احنا قلنا هو ما خالد بن مخلد القطواني تضعيف الرجل بأمر ما لا يضعفه بمرة في كل ما روى. لذلك الأولى في شأن من ضعف هونا ما وقوي أمرا ما أن لا يقال
تأخذ منه وتدع. فهل يؤخذ منه حديث الأولياء الذي روى كل من محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري، خالد بن مخلد القطواني شيخ محمد بن عثمان وشيخ البخاري، لكن البخاري في هذا الحديث رواه بواسطة. ما هي الواسطة؟ محمد بن عثمان بن كرامة البخاري ها عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. من في من تكلموا؟ تكلموا في خالد بن مخلد، له ما ينكر، له مناكير. الله، طب ما أنتم تروون حديث إنما الأعمال بالنيات. ما محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي راوي الخبر؟ قال أحمد بن حنبل، أبو عبد الله إمام النقاد، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي له مناكير. صاحب حديث إيه؟ ما تقول؟ قول لي بقى زي ما أنت بتقول لي. ما تقول؟ إيه ما تقول ديت؟ شو أنا بستنكر إزاي؟ إيه ما تقول؟ ما أقول؟ أقول خرجه البخاري في الصحيح، والبخاري فيه، هتقول لي برضك لسه؟ والبخاري فيه، فيه إيه؟ فيه إيه؟ فيما قاله الأئمة السابقون أطبقت جماهير علماء الأمة على تلقي الكتابين بالقبول، وقالوا أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل إيه؟ لا أقول، أقول إيه؟ ممكن الناس يقول لك الشيخ بيتعارك، أقول إيه؟ ماذا تقول؟ أقول إيه؟ الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يتخاونا، كيف يضعف؟ ما أنا لا أخالف من ضعفه، لكن أقول كيف يضعف؟ وقد صح الخبر أنا ثالث الشريكين ما لم يتخاونا. حديث الآخر القدسي، أحاديث كثيرة وهي في البخاري، لا ده طبعا مش في البخاري، هذا عند أبي داود. حديث في البخاري ثلاثة أنا خاصمهم يوم القيامة، حديث يحيى بن سليم الطائفي، ضعف في بعض الأحوال وتقوى في أحوال أخرى. وينبغي عند الحكم على حديث لراو اختلف علي أن تستوعب أقوال الأئمة ولا تطوى. فهم؟ يعني أنا آتي كده وآتي إلى الكلام المختصر وأقول ضعف فالخبر ضعيف، لا فرحيف، هو ده الحكم على الحديث، ضعف والخبر ضعيف؟ لا، ضعف من ضعف في بعض الشيوخ وقوي في آخرين، كيحيى بن سليم الطائفي. أروى الناس عن إسماعيل بن أمية، ومن أمتن الناس في الرواية عن إسماعيل بن أمية يحيى بن سليم الإيه؟ الطائفي. لا ضعف، ضعف في عبيد الله بن عمر، ضعف في عبد الله بن عمر المضاعف، لكن ضعف في إسماعيل بن أمية لا لا. ما دي ينبغي، من ضعف في شيخ وفي بعضهم وقوي أمره في إيه؟ في الآخر. فينبغي الإحاطة بمعرفة. لذلك نقول طب وانتقاه البخاري في الصحيح، انتقاه البخاري في الصحيح من مناكير خالد بن مخلد القطواني أو شريك بن أبي نمر، لا من مناكير هذا ولا من مناكير هذا، تمام؟ واعلم 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 قطعية هذه المسألة، اجتهاد اختلفت المدارك والأفهام واختلفت بناء على ذلك. اختلفت المدارك والأفهام، اختلفت الأحكام ولا ما اختلفتش؟ بس خلاص ها. لكن أقول أخرجه البخاري في الصحيح وضعفه بعض. طب اذكر لي بعض الذي ضعف. مين اللي كاتب ده؟ ما تخافش ما تخافش، مين اللي كاتب ده؟ اذكر لي من الذي ضعف. ده ابن تيمية مع شدة جدله وعظيم محاجاته عند المخالفة كتب كتابا اسماء ايه؟ شرح حديث الولاية، اسماء شرح ايه؟ الولاية. لماذا؟ لما قد يتطرق إلى بعض ألفاظ هذا الخبر من معاني التأويل، ها؟ لما قد يتطرق إلى بعض معاني الخبر من التأويل، لقوله في الحديث وما ترددت. وهل يتردد الله؟ نعم. وهل لا استنى بس. استنى بس، استناني، أمهلني أمهلني، وهتقول لي أقول لك أمهلني فتقول لي مثل إيه؟ حتى تشرب من الفرات، أمهلتك حتى تشرب؟ لا لا مش كده، أمهلني أمهلني
أولا كما قلت لك قضية الأحكام على الأحاديث قضية اجتهادية أم أتانا بها كتاب من الله والسلطان وقال لنا البت البت كما قال الحق سبحانه وتعالى قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لو جاء واحد قال لي وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرجز فهجر والرجز فهجر في كلام غير كده أقول له لا ده كتاب أتانا به النطق من منطوق قطعي الثبوت قطع الدلالة فهمت أو لم تفهم تمام آمنت أو لم تؤمن. لكن قضية إنما الأعمال بالنيات قال البخاري صحيح قال مسلم صحيح قال أبو داود قال النسائي قال جماهير من الأئمة صحيح. جاء واحد قال لا من صحيح ويشبه أن يكون ما لا أدري على وجه التحقيق لكلام الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي راوي الخبر عن علقمة له مناكير له إيه مناكير لا أدري هل يثبت الخبر أو لا يثبته هل يثبت الخبر أو لا يثبته مع إيداعه إياه وذكره إياه من طريق سفيان بن عيينة في مسنده. لكن قضية الصحة شيء غير إيراد الخبر في الكتاب الصحة غير إيراد الخبر في الكتاب لا أدري لماذا لكلامه في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيم. طيب وجماهير الأئمة الذين صححوا الخبر وأخرجوه في صحاحهم وفي ونطقوا به وحتى قال إمامنا الإمام أبو عبد الله الشافعي عليه صحائب الرحمة وشابيب المغفرة حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في 90 بابا من أبواب الفقه يدخل في كم باب وأخذها إمام المحدثين فأودعه في 7 أبواب من الجامع الصحيح وهذا ما وسعه أن يفعل لعدم الإيه لعدم الإرادة الإحاطة لم يرد الإحاطة لكن حسبه أن يذكره في أبواب من الكتب ومهمات علوم الفقه فأودعه 7 أبواب مفرقة في كتابه الجامع الصحيح. أما مسلم فأورده موردا واحدا بجملة بأصله ومتابعاته تمام. طيب ما تقول في محمد بن إبراهيم بن الحارث؟ أقول معذرة معذرة ضع جانبا قول أحمد ضع جانبا إيه ضع جانبا قول أحمد. لماذا؟ لأن أحمد له في المنكر تعريف خاص يعني المنكر عند الإمام أحمد تعريف خاص ليس كالمنكر الاصطلاحي عند المتأخرين يعني المنكر ها مطلق تفرد الراوي الإيه ضعيف مطلق التفرد عند أحمد أيوة كده هو ده اللي عايزين نوصل دع عنك مطلق التفرد مطلق الإيه التفرد فربما أحاديث تفرد بها هشام بن عروة عن عروة عن عائشة تمام. عند جماهير أهل العلم خلاف الإمام أحمد في تعريف النكارة وإذا تفرد الثقة لذلك يقولوا إيه تفرد ما لا يقبل تفرده وتفرد الثقة الذي يقبل فهو عندنا كالجبل ثقة وضبطا وإتقانا ثقة وضبط وإتقان. مالك تفرد بجملة من الألفاظ في الأحاديث الذي وافقه عليها جماعة من أهل الحفظ والإتقان وزادهم لفظا زادهم معنى فجعلوا ما زاده مالك مقبول بلا تردد. لماذا؟ لأنه يقبل تفرده وهناك من لا يحتمل تفرده فينبغي الوقوف على قولهم لا يحتمل تفرده ونقول لك محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي يقبل تفرده عند جماهير أهل العلم يقبل تفرده. لماذا؟ لأنه أحد الأئمة الحفاظ تمام وربما وقع من الحافظ ما اشتبه في نظر الناقد فظنه منكرا ها لكن أنت عند التحقيق أي نكارة في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي نكارة أي نكارة في قوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب تمام ها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي نكارة أي نكارة ما في نكارة إذا عرضت على جملة الأصول ودي بقى مدام بنقول عرضت على جملة الأصول اسكت وما تتكلمش لأن الناطق بالحق و الحكم الترضى قضيته وعدالته
هم أهل الأصول. ابن دقيق العيد الحافظ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية أبو الفدى ابن كثير دول أهل الأصول. ها يعني حين نعرض القضية على ده حتى أحيانا أبو الفرج ابن الجوزي ربما وضع الحديث الصحيح في الموضوعات، ربما نقل الحديث الصحيح كده كما نقل حديث التربة عند الإمام مسلم ابن الحجاج، الإمام مسلم وضعه في الموضوعات وحكم عليه بالإيه تمام، خلق الله التربة والساء وكذا يعني وحكم عليه بالوضع تمام. يقال أبو الفرج بن الجوزي ليس ممن يضبط معنى النكارة، وليس ممن يضبط معنى ما ينكر في الخبر، بعض معاني المنكرة في الخبر، يبقى ينبغي أن تعرض على الإيه على الأصولين. وبالمناسبة برضك خذوها مني من باب المحبة والإخلاص في النصيحة، لا من باب المعاداة ولا المخاصمة لمن صحح من نضعفه من الأخبار أو ضعف ما نصححه من الأخبار. ينبغي على أهل العلم، دي نصيحة، ينبغي على أهل العلم مهما بلغوا من الرتبة ومهما بلغوا من المنزلة أن يتورعوا كثيرا كثيرا، أن يقوم الحكم منهم اعتراضا على أمثال الأئمة المتبوعين أو أصحاب أمهات الكتب. من أصحاب أمهات الكتب؟ بخاري ومسلم وأبو داود. أبو داود حكمه، النسائي له حكمه. اللهم إلا من لم يجرد كتابه للصحة المحضة، كما قلنا ها ابن ماجه أو كالترمذي، وإلا فالترمذي كما نقول القول كما قاله، مش قلت واحد، ما قاله الأئمة مجتمعين، كتاب الترمذي أنفع لطالب العلم من البخاري، كتاب الترمذي أنفع لطالب العلم ولم يحتوي الصحيح، مش من الضروري أن يحتوي الصحيح مجردا. لا لا تفضل، الساعة 9 أنت بتقول لي امشي. لا لا استغفر الله، أنا والدتي عبدين بس وأنا والدتي مستنيان، بارك الله، أعوذ بالله، زوجتي مستنيان، أبنائي مستنيان، بارك الله لكم. سيدنا بس يبقى في شيء في الحديث عبد العزيز البراوردي، هو طبعا مش من رجال البخاري، هو رواه له متابعات من مسلم، رجال مسلم يا مولانا، رجال مسلم، لانه اصلا كان ايضا يروي من صحيفه غيره. لكن الذي اقصده ان البخاري لما يروي له في كتاب الادب او في غيره دلاله على انه صح حديث طبعا، لكنه ليس من شرطي في كتاب، لا 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 ليس من شرط، لا ما هو شرط البخاري فيما غير الصحيح ادون كثيرا من شرطي، ادون كثيرا. بس سيدنا يصحح يا مولانا، يا سيدي يا سيدي ما عليش، بس برضك من الترسيم الذي ينبغي أن يبقى في الذهن حين نتكلم عن قضية التصحيح والتضعيف، الترسيم الذي ينبغي والتحديد الذي ينبغي أن يبقى. بعض ما يمكن أن يترتب عليه من قواعد تبقى في الذهن كده، إن الكذب قد يصدق، الاحتمالية واردة، وإن كانت ضعيفة والثقة قد يهم، فأنا لا أخفيك سر، ما احنا قلنا ليس كل من روى له البخاري بالمنطوق الذي قالوه على العموم قد عبر القنطرة، لا ليس كله إنما قد عبر القنطرة وجاوزها في منطقة من جملة أخباره. خدت بالك بين الفرق؟ يعني بمعنى نيجي نقول خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال بالطريق الذي روى بها حديث الولاية على شرط البخاري، لا مش على شرط البخاري، فرق بين أن يكون على الشرط على جهة المتابعة والأكثرية. يعني لو قلت لي حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنا الشرط البخاري، أقول لك نعم شرط البخاري ولا أماري ولا أجادل، الديمومة والكسرة والده، لكن حديث رواه بإسناد وليس له إلا هذا الإسناد، هذا الإسناد الواحد شرط البخاري، أقول لك لا ده ذكره البخاري لأمر ما، وهو أن أئمة أهل العلم من النقاد ومعلموه كيحيى بن سعيد القطان ها قال له هذا حديث صحيح من جملة حديث هذا الضعيف، هذا حديث صحيح من جملة حديث، يقول إيه من جملة حديث إيه هذا الضعيف، مين الضعيف ده الراوي، يبقى ليس كل ضعيف ينبذ حديثه، بل إذا لأن النظر بجملة الأمرين معا، الراوي ولا المروي هما معا، اسمها هما معا،
ما اسمهاش الراوي لوحده. وما قضية المخالفة عند المتأخرين على المتقدمين على طريقة أن يكون متقدمين متأخرين؟ أن المتأخرون ينظرون إلى ظاهر الإسناد. تمام؟ طب المروي البخاري ربما لم ينظر إلى ظاهر الإسناد، والرواية أتت على وفاق ما أتى به الكبراء الرفعاء الأمناء الثقات. تمام؟ تمام؟ سلم بن زرير روى عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين في الجهنميين الذين يخرجون من النار بعد أن قضوا ما عليهم من العقوبة فخرجوا في أعناقهم الجهنميين. سلم بن زرير عن أبي رجاء العطاردي. ثم جاء الحسن بن زكوان الذي يدلس عن الكذابين والوضاعين والمجاهيل وأخرج حديثه البخاري. البخاري روى عن من يدلس عن لا مش كده، اوعى تقول كده، وده سر من الأسرار التي نقرأ بها البخاري ونقول يروي عن الضعيف، يروي عن الضعيف ويذكر الضعيف في كتابه يذكر، لأن القضية جمع لمامة الحديث. اللمامة كلها إيه؟ اللمامة كلها الإسناد الراوي والإيه؟ الراوي والمروي. فنظر فإذا الخبر قد توبع وقد رواه الثقات سلم بن زرير عن أبي رجاء، مش حسن بن زكوان وحده الضعيف الذي يروي لواحد. ثانية قال له شيخه خذ هذا الحديث عني، فرواه مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن حسن ابن زكوان الذي يدلس عن الوضاعين والكذابين والهلكة. يروي البخاري في كتابه عن الضعفاء سر من الأسرار، وعتقول الشيخ الأزاز. سبحانك الله سبحانك. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.